اللجنة الأعلى للانتخابات تقرر مد باب الترشح لمدة يومين، و 6836 مرشح أنهوا إجراءات الكشف الطبي. ورئيس الوزراء: المرأة تلعب دورا كبيرا في مواجهة العنف وستحصل على 70 مقعد بالبرلمان المقبل. وتعليم تعين 9000 مدرس في 12 محافظة. والخارجية تبحث موقف الصيادين المخطوفين في ليبيا. ومرسي في قضية التخابر مع قطر. أنا ما زلت أعد هذه اللوحة رئيس الجمهورية الشارع. والقاضي يحذر: لن أحرك دعوى ضدك تقديرا لظروف. مساء الخير، برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم، لقاء جديد، يوم جديد مع حضراتكم هنتابع من خلاله تفاصيل يعني أهم الأحداث والأخبار اللي حصلت النهاردة. يمكن في مقدمتها طبعا لازم نتابع ونشوف الدور اللي بتقوم بيه أجهزة الدولة علشان تكشف حقيقة الموقف بالنسبة للمصريين المخطوفين في ليبيا. كنا بنتكلم وهنشوف بقى الشغل اللي عاملاه وزارة الخارجية فيما يتعلق بغرفة الأزمة اللي تم تشكيلها علشان تعرف حقيقة الموقف وحقيقة الصور اللي بثتها جماعة داعش، وإن شاء الله يا رب يكونوا يعني بإذن الله بخير وتنجح المفاوضات اللي بتتم مع القبائل هناك. برضو الشيء بالشيء يذكر، في موقف برضو لسه غامض وملتبس بعض الشيء، والحديث من امبارح الحقيقة عن 21 صياد من كفر الشيخ انه تم خطفهم في ليبيا من برج مغيزة اللي هم تحديدا، ودايما الموقف ده بيتكرر في نفس المحافظة او في نفس المكان هناك في كفر الشيخ. هنعرف موقفهم ايه بالظبط، وهل هم غائبين، هل هم مختطفين، بيحصل ايه في هذا الملف. غير كده بإذن الله طبعا أكيد هنعرف في آخر الاستعدادات بالنسبة للجنة العليا للانتخابات بخصوص انتخابات البرلمان، وآخر الأخبار المتعلقة بقرار اللجنة بمد فتح باب الترشيح لمدة يومين، أسباب هذا المد، موقف اللي تقدمه بالطلبات، موضوع الكشف الطبي ووصلنا فيه لحد فين، وزارة الصحة وإزاي بتتعامل في هذا الملف. ده إن شاء الله هيكون حاضر من خلال أخبارنا. برضو النهاردة كان في مؤتمر مهم لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وكان بيتكلم برضو عن البرلمان وبيتكلم عن المرأة اللي تحديدا ليها دور مهم في خارطة الطريق في كل الاستحقاقات الانتخابية، ووقفت في الطوابير، لكن المرة دي هيكون ليها دور مش بس بقى الطوابير، تدخل المجلس ويكون ليها وفقا لدستورنا الجديد 70 مقعد في البرلمان المقبل. ده الموضوع اللي اتكلم عنه رئيس الوزراء النهاردة، وهنتابع ده إن شاء الله بالنسبة لأخبارنا. في برضو خبر كويس بالنسبة لوزارة التربية والتعليم وتعيين 9000 مدرس في 12 محافظة. في عناويننا يمكن على طول اتكلمنا أو شفنا مرسي وبداية نظر القضية الخاصة بقضية التخابر مع قطر، تفاصيل الجلسة النهاردة وإيه اللي حصل، وبرضو ما زال مرسي بيتكلم على أنه الرئيس الشرعي وما إلى آخره. ده إن شاء الله هنتابعه. فقرتنا الرئيسية بقى إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع يهم ملايين من المصريين. صحيح الرقم كما هي العادة عندنا في مشكلة في الأرقام ومشكلة في الإحصاءات، لكن الرقم التقريبي بالنسبة لمرضى فيروس سي بنتكلم على حوالي 15 مليون. في بشرة وفي كلام كويس بخصوص أدوية دخلت البلد الحمد لله وبتوفرها وزارة الصحة وموجودة كمان في الصيدليات، وهنا بتكلم على دواء سوفالدي والجهود اللي بتبذل لتوفير هذا الدواء لكل إن شاء الله المرضى علشان بإذن الله يعني يشفوا من هذا الفيروس. النهاردة هيكون معانا دكتور جمال شيحة رئيس وحدة الكبد بجامعة المنصورة ومدير معهد الكبد بشربين، ودكتور يحيى
يحيى الشاذلي رئيس وحدة الكبد بجامعة عين شمس. هنتكلم عن الدواء فعاليته، لو في أي تأثيرات أو يعني حاجات كده سلبية من الممكن أنها تكون موجودة، الدواء ده موجود إزاي، إزاي نقدر أن احنا نحصل عليه، قيمته، أو موضوع أنه في دلوقتي في اتجاه انه يتم توفيره من خلال شركات مصريه، شركه دواء مصريه هتشتغل في خط انتاج محلي علشان يكون متوفر في الاسواق وبسعر اقل كمان من اللي احنا جبناه من بره. فده لاول مره هيكون موجود. النهارده ان شاء الله في الفقره هنتكلم على الموضوع ده، وهنفتح طبعا تليفوناتنا لانه ده زي ما قلت موضوع يهم كتير من المصريين، فازاي ان شاء الله يكون عندنا باذن الله البلد بلا مصابين بهذا الفيروس الخطير ده، ان شاء الله هيكون موضع نقاشنا أو فقرتنا الرئيسية بإذن الله. فاصل، وبعد الفاصل على طول نبتدي بمتابعة أهم الأخبار. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. نبتدي بقى متابعتنا لأخبارنا، وأول خبر من دقايق الحقيقة يمكن وقت الفاصل، بيان من رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى لسان السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، قال إن الرئيس النهاردة اجتمع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والرئيس بيتابع آخر تطورات الموقف بالنسبة للمواطنين المصريين المختطفين في ليبيا، والرئيس شدد على ضرورة استنفار كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتضافر الجهود والتنسيق فيما بينهم في الملف ده، وإن الرئيس اتأكد من تقديم المساعدات لعائلات المختطفين ومتابعة احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم. من ناحية تانية الرئيس برضو استعرض مع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ والوقوف على ما تم التوصل إليه بخصوص صياغة قانون الاستثمار الموحد والتشريعات ذات الصلة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. بالنسبة لانتخابات البرلمان، اللجنة العليا للانتخابات أعلنت النهاردة مد فتح باب الترشح للانتخابات النيابية لمدة يومين، وبكده ينتهي أو يتقفل الباب على يوم 19 فبراير بدلا من 17 فبراير الجاري. من المقرر أن الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى هتبتدي من 26 فبراير حتى 20 مارس. اللجنة أشارت في بيان صادر ليها النهاردة بخصوص الموضوع ده، قالت أنه تقرر بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل حتى 24 إبريل إن شاء الله. معنا على التليفون أستاذ إبراهيم قاسم المحرر القضائي باليوم السابع. برحب بحضرتك معنا يا أستاذ إبراهيم. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أعرف من حضرتك ومن متابعتك بقى آخر تطورات عملية تقديم طلبات المرشحين لأوراقهم والسبب عن بخصوص مد فترة الترشح لمدة يومين. هو بالفعل اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها اليوم بمد فترة فتح باب الترشح لتقديم الأوراق الخاصة بالترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة يومين تنتهي في يوم 19. جاء هذا القرار طبعا حتى يتمكن جميع المرشحين من استيفاء الشروط المطلوبة منهم، وكذلك الكشف الطبي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري وأيدته محكمة الإدارية العليا، مع إزالة البند الخاص في الكشف الطبي على السلامة البدنية للمرشحين. طبعا القرار جاء أيضا تلبية المطالب بعض الأحزاب التي حتى الآن لم تتقدم بأوراق ترشيحها بالنسبة للقوائم الحزبية. حتى الآن تتقدم أي حزب أو أي كيان حزبي بالقائمة الخاصة به. كل هذه الأمور دفعت اللجنة العليا للانتخابات بأن تمد فترة التصويت لمدة يومين إضافيين لينتهي يوم 19 بدل من يوم 17 فبراير الجاري. هو لما المرشح بيروح عشان يخلص أوراق الكشف الطبي يا أستاذ إبراهيم، يعني بياخد النتيجة أو الورق بيكون جاهز في غضون قد إيه؟ يعني كم يوم؟ هو طبعا بيدي كشف مبدئي للمرشح وبياخد يوم للكشف المبدئي، ولكن بعد ذلك بياخد يعني حوالي اسبوع على استلام الكشوف النهائيه. كان الاول محكمه القضاء الاداري اصدرت الحكم بان يتم الكشف على المرشح لثلاثه امور:
الأمر الأول فيما يتعلق هل يتناول مواد مخدرة من عدمه، الأمر الثاني هل الحالة الذهنية سليمة من عدمه، أيضا البند الثالث كان يتعلق بالسلامة البدنية ككامل أعضاء جسده. الإدارية العليا أبقت على البندين الأولين بينما ألغت البند الأخير وهو الخاص بالسلامة البدنية. كان هذا يحتاج إلى وقت طويل زي الكشف على العين. فدلوقتي احنا معانا دكتور حسين عبد الغفار برضو اتصلنا بيه عشان يوضح لنا المسألة دي. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم قاسم المحرر القضائي باليوم السابع، شكرا جزيلا. نروح لدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. برحب بحضرتك معانا دكتور حسام. مساء النور، اهلا وسهلا. دلوقتي احنا بنتكلم قد ايه يعني انتهوا من اجراءات الكشف الطبي وطلعت النتائج ومين لسه على قائمه الانتظار؟ احنا عدد من سجلوا على الموقع اللجنه مجله الطبيه المتخصصه حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي 8006 مرشح محتمل. عدد الذين اتموا الكشف حتى الساعه 9 من مساء امس 7218. وفي عندنا 284 واحد سجلوا ولم يحضروا. فيعني احنا بنتكلم تقريبا في من اللي سجلوا كشفنا او تم الانتهاء من 7500 حتى مساء امس. هي النتائج يعني هم بياخدوها في ايديهم يا دكتور حسام؟ يعني كان في كلام مثلا ايه السريه، انه برضو احترام خصوصيه الشخص اللي رايح برضو يكشف على نفسه، ولا الورق على طول بيبقى يعني؟ لا احنا بنسلم نسخه النتيجه الى المترشح بنفسه مقفوله وملقه بيطلع عليها وبياخد هو الاصل معاه. وبتكتبوا فيه مثلا انه ده غير لائق، انه مثلا في توصيه معينه، ولا المساله بتبقى متروكه للجنه؟ يعني في مشكله في اللياقه النفسيه او في الكشوفات اللي هي تحاليل المخدرات، بنكتب انه ثبت ايجابيته لكذا. طيب بعد بقى قرار المحكمه وحكم المحكمه بخصوص الغاء موضوع اللياقه البدنيه، القيمه يا دكتور حسام، قيمه الكشف اتخفض كده؟ طبعا يا فندم. هو كان الكشف بنعمل 4 لجان كشف اكلينيكي، بطن عامه وجراحه عامه وامراض عيون وامراض نفسيه وعصبيه. بعد قرار المحكمه واللجنه العليا للانتخابات بقى عندنا امراض نفسيه وعصبيه والبطن العامه، وانخفضت قيمه الكشف من 4200 جنيه الى 2850 جنيه. واللي سبق قبل كده وبقى دفع الفلوس دي وقت ما كان الشرط لسه موجود، بيسترد الفلوس تاني ولا؟ هو اللي دفع الفلوس دفع قيمه كشف من 4 لجان ومجموعه من الفحوصات والتحاليل. اللي بيدفع دلوقتي بيدفع قيمه كشف من لجنتين ومجموعه من الفحوصات والتحاليل. فاللي دفع قبل كده يعني كان هو اطمن على نفسه، يعني ما بياخدش فلوس تاني. واحنا اطمنا عليك. طيب دكتور حسام، اخر تطورات موقف انفلونزا الطيور، لان النهارده احنا ما بين ايدينا برضو بيان من وزاره الصحه بخصوص ارتفاع ارقام الاصابات والوفيات، اعرف التفاصيل من حضرتك. يعني ما زلنا عندنا ارتفاع الحقيقه في نسبه الاصابه بانفلونزا الطيور وسط البشر، واحنا متوقعين انه سوف يظل هذا الارتفاع الى ان ينتهي شهر 3. لكن الفكره انه عدد اللي خفوا الحمد لله عندنا اكثر من 30 واحد تم شفائهم، ده شيء جيد. ما زال معدل الوفيات عندنا اقل بكثير من المعدلات العالميه، لكن نسبه الاصابه عندنا في البشر اعلى بكثير، وما زال عندنا اطفال 7 شهور وسنه و4 شهور وسنتين و3 سنين بيصابوا بانفلونزا الطيور. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا بعد الشر على كل الناس، لكن السادة زملائنا الأطباء البيطريين من سنة 2006 حتى هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة وسطيهم، مع أنهم بيتعاملوا تعامل مع الطيور المصابة والمريضة والنافقة. فالسر هو التعامل الآمن، يا جماعة خدوا بالكم وأنتم بتتعاملوا مع الطيور. واحنا الدولة الوحيدة اللي بيصاب فيها وللأسف بيموت من الإنفلونزا الطيور أطفال ويعني ورضع، ف دي مشكلة كبيرة. أنا بشكرك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا.
رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب النهاردة قال إن الحكومة بتعمل على إنشاء مركز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث هذه الصناعات، وقال إن الفقر وصل لنسبة 26% في المجتمع، وإنه لا يمكن أن يكون الإصلاح الاقتصادي على حساب الفقراء، وإن هيكون فيه في الفترة اللي جاية توسع في معاش الضمان الاجتماعي. أكد رئيس الوزراء الكلام ده في مؤتمر المرأة المصرية العربية 2030، قال إن الدستور أكد على ضرورة أن يكون فيه ما يقرب من 70 نائبة بالبرلمان المقبل، وأكد على إن المجتمع بينتظر من المرأة إنها تغير المجتمع، وإن المتصدي الأول للعنف هي المرأة، لأن الإرهاب أصبح تجارة منظمة وصناعة متقدمة، والمادة الخام الأولى ليها هي الفقر والجهل. فأكد رئيس الوزراء على أن المرأة تعليمها وتنويرها هيكون درع حصين لتأمين المجتمع من الأفكار المتطرفة. في مؤتمر المرأة المصرية والعربية 2030 الذي نظمته مجلة نصف الدنيا لتمكينها سياسيا واقتصاديا، أشاد رئيس الوزراء بدور المرأة المصرية التي أثبتت تفوقها وتميزها في كافة القطاعات حسب قوله، كما أكد على إيمان الحكومة الكامل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. المجتمع ينتظر من المرأة تغيير الفكر، لأن المرأة هو المصد الأول فكر التكفير وفكر العنف وفعلا المصد الأول، لأن كما نعمل في المجال الاجتماعي أو في المجال الاقتصادي، لأن بلا شك لما بنقول وأنا مقتنع إن الإرهاب أصبح تجارة منظمة وصناعة متقدمة، المادة الخام الأولى لهذه التجارة والصناعة هو الفقر والجهل. محاربة الفقر والجهل هي أولى خطوات الحكومة للنهوض بوضع المرأة في مصر، حيث تصل نسبة بطالة المرأة في مصر 4 أضعاف نسبة الرجال. الأمر يتطلب منهج اقتصادي من الدولة، يعني أتمنى أن يكون هناك مش بنك فقراء بس، آلية مالية مبسطة في كل قرية تستطيع أن تقدم للمرأة قرض ميسر. حكاية 17% دي ما تنفعش أبدا. وعلى الرغم من أن وضع المرأة المصرية في تقدم مستمر حسب الحاضرين، إلا أنهم ما زالوا يدعون لضرورة لحق مصر بقطار حقوق المرأة حتى تسترد القاهرة مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال. اليوم العالمي للمرأة بأيام قليلة، يأتي هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية تمكين المرأة المصرية والعربية تمكينا سياسيا واقتصاديا. المرأة التي كانت لها أدوار بارزة في الفترات الماضية أنى لها أن يحسن من أوضاعها ومكانتها في المستقبل. سمر يحيى، الحياة اليوم. كمان النهاردة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شهد توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة البترول وإحدى الشركات الكويتية، يمكن تحديدا هي مجموعة الخرافي. ده كان بحضور السفير الكويتي بالقاهرة، وفي 4 مذكرات تفاهم بإجمالي 6,800,000,000 دولار في قطاع البتروكيماويات ومجمع تكرير البتروكيماويات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية. نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم. مساء الخير يا أستاذ منصور. مساء الخير يا أستاذ، ربنا تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، يا ريت تدينا تفاصيل أكتر عن الاتفاقية دي ونتائجها أو إيه المنتظر منها إن شاء الله. هو زي ما حضرتك أشرت كده، هي اتفاقية عقدت ما بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول وممثلة أيضا في الشركة القابضة للبتروكيماويات وأربعة من كبريات الشركات الكويتية العاملة في مجال البترول ومجال صناعة البتروكيماويات. 4 شركات. أربع شركات على رأسهم طبعا أكبر شركة عاملة في هذا المجال هي الشركة القابضة الكويتية، بالإضافة طبعا للشركة العالمية للبتروكيماويات وشركة بوابة الكويت وشركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية. هم 4 شركات كويتية بيمثلوا القطاع الخاص الكويتي. وهذه الاتفاقية توقع مع القطاع الحكومي في مصر ممثلة في القابضة للبتروكيماويات لإنشاء طبعا 4 مشروعات في مجال البتروكيماويات المختلف، ما بين معامل تكرير البترول، ما بين إنتاج البروبلين ومشتقاته،
ما بين مجمع للتكرير ومشروع آخر لإنتاج الفورمال الحديد ومشتقاته ومجمع الأسمدة الفسفاتية. طبعا هذا المشروع عشان بس يكون في الصورة، هذا المشروع بيحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ، يعني علشان هذه المشروعات ترى النور مش أقل من 5 سنين أو 6 سنين، ولكن هيبدأ الجانب الكويتي في البداية بالدراسات الخاصة بالمشروع على أن يتم التنفيذ. كل هذه المشروعات طبعا استثمارات ضخمة جدا بتصل لحوالي، هي دي اتفاقية الأولى من نوعها، يعني المشروع ده يعني مش تكملة لما سبق، يعني فيش حاجة حصلت زي كده. لا ده مشروع في الاول من نوعه، كمان حجم استثمارات فيه استثمارات ضخمه جدا بتصل لحوالي 6.8 مليار دولار، يعني بنتكلم على حوالي 56 مليار جنيه او ما يقرب من 60 مليار جنيه. هذا المشروع هيتم تنفيذه على مدى زمني يصل الى 5 أو 6 سنوات. المرحله الاولى منه هي مرحله الدراسات، وهيتم طرحه ايضا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عشان يكون في فرصه لكي شركه عالميه او اي شركه متخصصه في مجال البتروكيماويات سواء من مصر او من العالم العربي او من الشركات الاجنبيه انها تساهم فيه. برضه في نقطه مهمه جدا وهي خاصه بالعماله الضخمه اللي هيتم توفيرها لهذه المشروعات، وهتصل لحوالي 28 الف فرصه عمل. كان رئيس الشركه القابضه الكويتيه قال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على المذكرات التفاهم لشهاده رئيس الوزراء انه هيتم اختيار اماكن بالقرب من مشروع قناه السويس الجديده، طبعا علشان هذه المشروعات تكون قريبه من قناه السويس وتكون قريبه من المواني وتكون بتتيح لها فرصه اكبر للتصدير. وقال انه دي طبعا فرصه لاستكمال الاستثمارات الضخمه اللي بتقوم بها الكويت في مصر، وعشان احنا نعرف انه في عدد من الدول العربيه بيحتلوا قائمه الدول المستثمره في مصر زي السعوديه زي الكويت زي الامارات. السعوديه الكويت تحديدا بتحتل المرتبه الخامسه عربيا من حيث الخامسه عالميا من حيث اكبر الدول المستثمره في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا على كل التفاصيل اللي قلتها لنا أستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم، شكرا جزيلا. وزارة الخارجية بدأت اتصالات مكثفة وشكلت غرفة أزمة للتأكد من صحة أنباء اختطاف 21 صياد مصري في مدينة مصراتة الليبية. ومسؤولين في الخارجية دلوقتي وفقا لبيان الوزارة بيعقدوا اجتماعات مع أهالي الصيادين اللي بيتقال إن هم مختطفين علشان ياخدوا بياناتهم ويبتدوا في تحركات مكثفة علشان يشوفوا الموقف إيه ولو هم مخطوفين أو كده، يعني يحلوا الموضوع ده. نفهم حقيقة القصة من محافظ كفر الشيخ دكتور أسامة حمدي. سيادة المحافظ برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا، يعني قول لنا بقى اتصالات حضرتك الموقف إيه بالظبط وحقيقة الموضوع، الولاد الشباب دول مخطوفين ولا لأ؟ بص يا فندم، إحنا المعلومات اللي عندنا المؤكدة إن إحنا الناس دي طلعت تصطاد من فترة ومن 4 أيام اختفى الاتصال بيهم بأهلهم. تواصلنا مع نقيب الصيادين وأكد لنا إن فيه يعني عدم اتصال ما بينهم وبين اهلهم، انما اختطافهم او احتجازهم لحد دلوقتي مش مؤكد. احنا تواصلنا مع وزاره الخارجيه وشكلنا احنا عندنا غرفه عمليات في المحافظه برئاسه السكرتير العام، وقررنا صرف دعم مادي لاهالي الصيادين في الوقت الحالي، وهنخاطب وزاره الشؤون الاجتماعيه بحيث انها تعمل لهم معاش استثنائي. ده الموقف اللي عندي لحد النهارده، واحنا متواصلين مع وزاره الخارجيه عشان نعرف. طب وزاره يعني الخارجيه قالت لحضرتك ايه؟ لحد دلوقتي ما عندناش حاجه رسميه. وزارة الخارجية بتعمل اتصالات مع العوائل اللي هناك او رؤساء القبائل اللي هناك، ولحد دلوقتي ما عندناش حاجة رسمية. طب هم بقالهم قد ايه يعني يعني كانوا مسافرين او طلعوا يصطادوا؟ اربع ايام ما فيش اتصالات، لكن قبل كده يعني بقالهم قد ايه وقت؟ بقالهم اكتر من شهر. ولكن 4 ايام الاتصالات انقطعت بالظبط. والعدد يا فندم هل هو فعلا 21 اكتر اقل؟ بصي حضرتك، هو اللي جالنا من نقيب الصيادين الرسمي اللي جالنا 15 اسم او 16 اسم، ده جالنا على المحافظه، ولكن انا سمعت من احد وسائل الاعلام برضو ان هم 17 واحد احتجزوا. لا طب بس نقيب الصيادين بيقول ايه؟ لا نقيب الصيادين يعني برضو سبورج مغيز اللي هم الناس عارفين، الصيادين قال 21 وبعت لنا رسمي على المحافظه 16 اسم. يمكن هستكمل الباقي بعد كده. طيب
طيب نحاول بقى لو في اي تفاصيل جديده او معلومات نرجع لحضرتك ان شاء الله. شكرا دكتور اسامه حمدي محافظ كفر الشيخ. ويا حياني كاننا كنا ناقصين، يعني لسه طبعا موقف المصريين المختطفين من داعش والموقف غامض وملتبس. دلوقتي بينضم 21 صياد، 17 21، لكن بغض النظر عن الرقم ازمه جديده بتحاول وزاره الخارجيه تتعامل معاها. احنا معانا كده بايت او يعني جزء من كلام سفير سامح شكري وزير الخارجيه فيما يتعلق بهذه الازمه او هذا الملف، نتابع ده مع حضراتكم. منذ بدء هذه الازمه وبنقوم باتصالات مكثفه، فتحدثت تليفونيا من اديس ابابا مع وزير الخارجيه الامريكي جون كيري، ومع وزير الخارجيه الفرنسي لوران فابيوس، ومع وزير الخارجيه البريطاني فيليب هاموند، ومع وزير الخارجيه الروسي لافروف، في احاطتهم بالامر، التشاور معهم حول كيفيه التنسيق الوثيق على مستويات اجهزه مصر الامنيه واجهزتهم الامنيه حتى يتم استخلاص المعلومه الدقيقه فيما يتعلق بالاوضاع، وايضا اهتمام بان يكون هناك تحضير وتنسيق لما قد نلجا اليه من طلب لدعم من هذه الدول، وايضا التحرك في اطار المنظمات الدوليه لتاكيد اولا الاهتمام الآن بسلامة المواطنين المصريين، بعودتهم سالمين، وتتبع الأمر إذا كان هناك أي معلومات جديدة متوفرة لديهم. فنحن لا نستبق الأحداث ونتعامل مع القضية، وأجريت اتصالات مع وزراء الخارجية، أيضا هناك اتصال هيجرى مع سمو الأمير سعود الفيصل، وترتيب الاتصالات مع وزير خارجية الإمارات سمو الشيخ عبد الله، وزير خارجية الأردن ناصر جودة، وآخرين، والمفوضة السامية، المفوضة للاتحاد الأوروبي، وكلها بتصب في نفس الإطار من تجهيز الساحة الدولية لأي احتمالات، لأننا طبعا الأساس هو نتابع بدقة ما يحدث وما هي المعلومات المتوفرة، أن نحاول بقدر الإمكان أن تتفاقم الأوضاع أو يصيب إخواتنا بأي مكروه. أنا معانا على تليفون أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. إيه يا عم أحمد، إيه موضوع الصيادين المختطفين؟ يعني هم كم واحد واتصلتوا بيهم إمتى وآخر مرة؟ يعني دينا تفاصيل القصة. هو حضرتك انت متذكره الموضوع اللي كان حصل في اول يناير، موضوع الصيادين كانوا محاصرين في المصراته والزواره ل 1200. ايوه، دول من ضمن الصيادين كانوا متواجدين هناك. اثناء عودتهم من البر هم مجموعتين، مجموعه 7 صنفار ومجموعه 14 نفر. تم القبض عليهم من شهر ونص في مصراته، حطوا 14 في سجن اسمه سجن الدفنيه، وسبعه في مدرسه الكراري. اتقبض عليهم ليه؟ مقبوض عليهم مصري اللي هم مصريين اثناء عودتهم لمصر من الاراضي الليبيه. خدوهم ودوهم طرابلس وقالوا احنا هنروحوكم، فقلنا خلاص مفيش مشكله. رجعوا جابوهم تاني مصراته. يا عم احمد معلش بالراحه كده فهمنا، دول الصيادين اللي كانوا داخلين بشكل غير شرعي في ليبيا واتقبض عليهم؟ دول كانوا شغالين في ليبيا حضرتك، من ضمن ال 1200 صياد اللي كانوا موجودين هناك اللي تم محاصرتهم في المينا في المصراته وزوارها قبل كده. في اول يا واحد، في ناس حضرتك جت عن طريق المراكب وهربت وجت وصلت مصر، وفي ناس طلعت من الطريق البري. دول اثناء عودتهم عن طريق الطريق البري على احد الاكمله اللي عاملاها جماعه فجر الليبي، تم القبض على سبع صنفار مره و14 واحد. ال 14 حطوهم في سجن الدفنيه، والسبع حطوهم في مدرسه الكراري. اصل بص احنا عايزين نفرق ما بين ان اتقبض عليهم يعني السلطات الليبيه، ولا اتخطفوا من الارهابيين فجر ليبيا ولا غيرها، داعش ولا الجماعات الارهابيه. انت بتقول لي دلوقتي لا، دول الارهابيين هم اللي خطفوهم. يا استاذه لبني، المنطقه اللي بقول حضرتك اللي اتقبض عليهم او اتخطفوا فيه، دول اللي موجوده مفيش حكومه هناك. ايوه، جماعه فجر ليبيا اللي مسيطر عليها حكومه بتاعه الجماعه بتوع فجر ليبيا، بيعملوا اكمله في الطريق، بيفتشوا رايحوا اللي جاي، اللي عجبهم اللي مش عاجبهم بياخدوه
واللي عايزين يسيبوه يسيبوه. يا ربنا. فهم خدوا سبعة مرة و14 مرة. طب عرفت عرفتوا منين بقى ان فجر ليبيا ولا الناس دي هم اللي يعني خدوهم؟ ما احنا كان حضرتك الصيادين بتوعنا كانوا موجودين هناك اساسا في المرحلة دي ايام ما اتقابل على الجماعة دول. اه. لان فضلوا يجوا البر قبل ما يجوا قبل الجماعة اللي جوا من مراكي. فعرفوا ان هم يا جماعة فجر ليبيا، فجر ليبيا هي اللي مسيطرة.
برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. نكمل متابعتنا لأخبارنا. النهاردة في قنبلة انفجرت على خط القاهرة اسكندرية، وده كان نتيجته اتقطع الخط لمدة 3 ساعات، في 11 قطر اتأخروا بسبب انفجار القنبلة دي. نعرف الوضع ايه دلوقتي من أستاذة نجوى البير، المتحدثة الرسمية باسم هيئة السكة الحديد. برحب بحضرتك معنا يا أستاذة نجوى. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا فندم. أستاذة نجوى، نعرف تفاصيل الموضوع ده من حضرتك، والموقف دلوقتي بالنسبة للسكة الحديد، يعني حركة القطارات انتظمت، في أي مشاكل؟ هو لا، الحمد لله دلوقتي الحركة منتظمة تماما. الموضوع ده كان الساعة 5 الصبح تم الإبلاغ عن وجود جسم غريب تم انفجر على شريط السكة، وده كان بين كفر ديما وشبرا النملة خط القاهرة الأسكندرية. طبعا على الفور بيتم حجز القطارات وبيتم إبلاغ الشرطة وخبراء المفرقعات والحماية المدنية، وبيتم تمشيط المنطقة تماما. وكان في للأسف ان كسر في القضبان بطول 3 متر على الخطين الطالع والنازل. 3 متر على الخطين؟ على الجنبين الطالع والنازل. تمام، القضبان. وطبعا تم نقل ونش الهندسه مع المهمات المطلوب تصليح السكه. والساعه 8 الصبح تم التصليح والاستعداد بالسكه بعد تامين المنطقه، وانتظمت حركه مسير القطارات. الخسائر كده وصلنا لغايه فين؟ لا كتير يعني. طبعا كان في ثلاث عربيات تم حرقهم اول امبارح. يعني ربنا يستر، يعني احنا كل يهمنا اهم حاجه عندنا ان ما يكونش في خسائر في الارواح يعني. طيب ده خلينا نتكلم على الاجراءات التامين استاذه نجوى. عايزه اقول لحضرتك ان هو فعلا تم تكثيف التمشيط على السكه، تم التنسيق تماما ان يكون في تواجد امني في القطارات، تواجد امني على المحطات. من ناحيه السكه الحديد بتنزل ناس يعملوا تمشيط على الخطوط، وربنا يا رب يسلم يعني باذن الله. يا رب. شكرا استاذه نجوى البير، المتحدثه باسم السكه الحديد، شكرا لحضرتك. النهارده الحكومه فتحت اول ورشه عمل من نوعها. الورشه دي مهمتها انها تدرب المحافظين الجدد على اعمال المحليات والقوانين والقرارات الاداريه، والاهم كمان نقل خبرات التعامل مع الواقع في الشارع ومع الناس والتواصل معهم بشكل مباشر. الورشه دي افتتحها اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه، وقال النهارده للمحافظين الجدد ونوابهم انه بيوصيهم يعني بالعدل والصبر والصدق مع المواطنين. ووزير التنمية المحلية اتكلم برضو عن صلاحيات المحافظين الجدد، وقال ان انتوا هتتمتعوا بكل الصلاحيات الممكنة، وقال ان المحافظ هو وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء داخل محافظته، فبالتالي ليه كل الصلاحيات ان هو يدير المحافظة اللي هو فيها طبقا لظروفها. وقال كمان اللواء عادل لبيب ان المحافظين الجدد هيكون ليهم الاشراف الكامل على كافة مشروعات الصرف الصحي، مية الشرب، الكهرباء وغيرها من المشروعات اللي بيتم تنفيذها يعني في كل محافظة. وأكد كمان وزير التنمية المحلية على أن رأي الوزارات المركزية هيكون رأي فني فقط. علشان كده عادل لبيب أكد على أن وظيفة المحافظ هي رسالة بيحملها من خلال التعايش مع المواطنين ومتابعة مشكلاتهم وسرعة حلها. وأشار كمان وقال أن المحافظ هنا لازم انه يكون متمتع بالصبر، عدم الانفعال، والتواصل مع الجمهور والصدق معاهم في حل مشاكلهم. للمرة الأولى ورشة تدريبية للمحافظين الجدد ونوابهم على استخدام أدوات النظام المحلي لإنجاز المهام المكلفين بها والعمل على حل مشكلات محافظاتهم. النهارده اللقاء بنقول له احنا بنحط الخطوط العامة بتاعت العمل كمحافظ. وقلنا عمل محافظ مش وظيفة، دي رسالة، أنا جاي أؤدي رسالة مش جاي موظف، فأنا حر. إن احنا هنطبق اللامركزية، كل محافظة لها ظروفها مختلفة عن المحافظة الأخرى. احنا بنقول له هذا الطريق هو اللي هتمشي فيه، مع توقيتات، مع انضباط العمل، مع انضباط كل شيء، مع إشراك المجتمع في الإدارة، يبقى في إدارة مجتمعية موجودة معاه،
أن يكون هناك مصداقية مع المواطن، لأن احنا بنفتقد الجزئية دي. اليوم الأول ضمن 3 أيام سيتلقى خلالها 17 محافظا جديدا عدة جلسات للتعامل مع التخطيط العمراني وقانون إدارة المحليات والتنمية الاقتصادية المحلية. الاستفادة جمة من ناحية أولا الاحتكاك بالمحافظين الآخرين في أول نقول 7 أيام من الوظيفة، كمية المشاكل والحلول اللي شفناها جميعا متقاربة جدا بالصدفة. لازم تبقوا فاهمين ان انا وانا بشتغل كمحافظ للمكان المعين مش شايف الا المحافظة. من المهم جدا الناس في البداية تبقى عارفة وهي داخلة على المحليات وما ادراك من المحليات ومشاكل المحليات. يمكن انا عندي الخلفية القانونية والاقتصادية الى حد ما، لكن في زملاء اخرين جايين من تخصصات اخرى، صحيح عندهم القدرات الادارية وعندهم الامكانات، لكن في جوانب أخرى مهم جدا يتعرف عليها حتى يقدم عند اتخاذ القرار. وبعد موجة التغيير التي طالت المحافظين وشملت 17 محافظة، تأتي هذه اللقاءات بين المحافظين الجدد والقدامى للتواصل والاستفادة من الخبرات المتراكمة. رسالة وليست مجرد وظيفة، مهام وتحديات تنتظر المحافظين الجدد ليجدوا لها حلا عاجلا بصلاحيات وورشة تدريب على أداء المهام بخطة زمنية. هالة أنديل، الحياة اليوم. خطوة هي الأولى من نوعها، نتمنى ليها الاستمرار ونتمنى إن شاء الله يكون ليها نتائج إيجابية. من المهم إن المحافظ فعلا، طبعا ما شاء الله معظم محافظينا المرة دي شباب، فبالتالي ممكن يكون ليهم خبرة في أعمالهم السابقة، لكن العمل بقى مع الناس، التواصل مع الناس، إزاي أشتغل وإزاي أحل المشاكل وإزاي حتى أستوعب لو في طاقات سلبية أو في، يعني دلوقتي الناس على آخرها، فمحتاجين اللي يسمعهم ومحتاجين إن يكون في حد يشتغل على حل مشاكلهم بشكل مباشر. وعلى ذكر مشاكل الناس، النهاردة عدد كبير من أعضاء الجمعية العامة لمنتجي القصب وممثلين لخمس محافظات بالصعيد، هي المنيا، سوهاج، إنا، الأقصر وأسوان، النهاردة اتجمهروا واتجمعوا قدام مكتب شكاوى مجلس الوزراء، وكانوا بيطالبوا بتفعيل القرار اللي بينص على زيادة سعر طن قصب السكر من 360 ل 400 جنيه، ويتورد أو تتورد الفلوس دي لشركات السكر المختلفة بموجب القرار اللي سبق وصدر في 20 ديسمبر 2012. معايا على التليفون الحاج فتحي فخري، عضو الجمعية العامة لمنتجي القصب. برحب بحضرتك معانا يا حاج فتحي. اهلا اهلا، ازيك يا اهلا وسهلا. الحمد لله. حاج فتحي، نفهم بس مشكلة حضراتكم ايه وايه المطلب الخاص بطن القصب وزيادة السعر؟ مشكلة القصب انه احنا السعر، الحكومة حددت لنا سعر طن القصب ب 400 جنيه، واحنا كسرنا القصب من شهر واحد ولغايه دلوقتي وردنا لشركات السكر، وشركه السكر سلمت للحكومه، ولغايه دلوقتي ما خدناش ثمن القصب بتاعنا. انتوا وردتوا لشركات يعني السكر؟ احنا معودين كل سنه بعد ما بنورد القصب اخر شهر واحد بنروح شركه السكر نعمل كشف حساب ونقبض الفلوس بتاعتنا. لغايه دلوقتي ما قبضناش ولا ميلم احمر من كل محصول القصب. يعني دلوقتي فلوسكم عند شركات السكر اللي وردتوا لهم؟ خلاص، فلوسنا عند شركات السكر، وشركات السكر فلوسها عند الحكومه. طب عند وزير التموين. طيب وشركات السكر خدت من الحكومه؟ لا ما خدتش. ووزير التموين مش راضي يعترف ب 400 جنيه اللي قال عليها رئيس الوزراء والحكومه السنه اللي فاتت، انه توريد السنه دي هيبقى ب 400 جنيه، وبناء عليه وردنا القصب بتاعنا على اساس هو القرار ده 2000 القرار ده 2012 بتاع زياده السعر، مش كده ولا السنه؟ ايوه صح. طيب هو في قرار السنه دي او حتى السنه اللي فاتت ان السعر يختلف ولا كل سنه بيبقى فيه سعر؟ 400 جنيه سعر طن القصب. لا، هل كل سنه بيبقى فيه سعر ولا لا، ولا مش كل الموضوع سنه ماشي ازاي؟ بيبقى كل 3 4 سنوات. طب السنه اللي فاتت وردتوا بكام؟ السنه اللي فاتت وردنا ب 360 جنيه فجوف في نص السنه قالوا من السنه الجايه هيكون ب 400 جنيه طن القصب. والسنه اللي فاتت خدتوا فلوسكم؟ خدنا فلوسنا كلها بالكامل في شهر واحد، في اخر شهر واحد قبضنا فلوس. حد اتكلم غير دلوقتي ما خدناش حد ولا حد رد عليكي حاج فتحي؟ حد كلمكم؟ حد رد عليكم يا حاج فتحي؟ كله مدير شركات السكر بيقول انا ما عنديش فلوس. قال لك اخد فلوسي من الحكومه. ما جاتنيش لسه في الحسابات الفلوس. طيب والفلوس عند السيد وزير التموين، ولا راضي يبعت فلوس لشركات السكر عشان تحاسبني، ولا راضي يعترف ب 400 جنيه السعر طن القصب. طب وزير التموين بيقول ايه؟ يعني ايه حجته في القصه دي؟ مش عارف، متقاعد في القصه دي. طب واحنا بنناشد، اتكلمتوا غير المناشده؟ استناني يا حاج فتحي. والمهندس ابراهيم محلب على يتدخل في المشكله دي. ايوه انا بقى عايز اعرف، انتوا اتكلمتوا مع حد في وزاره التموين، مع وزير التموين؟ وصلتوا صوتكم؟ لا، وزير الزراعه مش موجود، وزير التموين ما بيقابلش حد.
ولا وزير الزراعة ما فيش حاجة؟ ولا وزير، وزير الزراعة مش عنده الموضوع، هو الموضوع عند وزير التموين مش بيقابل حد. طيب النهاردة وقفتكم بقى قدام لا ده مش وقفتنا، ده هتبقى وقفات. يعني أنا في قرية هنا اسمها الحلفية، جيب لي الحلفية، جيب لي قرية العبادية، جاي عشان أهدي مزارعين القصب اللي ودت محصولها لشركات السكر، وعاوزه من بكره تروح تصفر شركات السكر. طب انتوا قد ايه وبنتكلم في فلوس قد ايه برضو يا حاج فتحي؟ احنا قد ايه؟ احنا قد ايه ما تقوليش قد ايه، احنا قطاع من زراعه، من زراعه في مصر يجي 5 مليون مزارع. قطاع القصب السكر دي فيه العامل الزراعي يعتبر مزارع، والمزارع والحائد في الارض والراجل اللي شغال واللي موظف في شركات السكر، ما كله ده بياكل من قصب السكر. مع كل الاحترام طبعا، عشان كده انا بنحاول نحل المشكله معاك، فنعرف نحل المشكله معايا مع السيد رئيس الوزراء ووزير التموين. ايوه ايوه، انتوا المبلغ قد ايه المستحق؟ ده اللي انا بسال عنه يا حاج فتحي. لا المبلغ المستحق يسالوا عليه شركات السكر، عشان هي اللي بتستلم المحصول القصب على مستوى الجمهوريه، مش في منطقه واحده بس، ده في اسوان وفي جينا وفي سوهاج وفي المنيا، يعني كل المحافظات على مستوى الجمهوريه اللي بيورد السكر، كل المحافظات اللي بتورد السكر، محافظات الصعيد الوجه الجبلي السكر عندها المشكله. طيب نحاول احنا يا حاج فتحي نكلم حد من وزاره التموين ونعرف يعني وجهه النظر الثانيه، او ايه حجتهم، او ليه ما بيصرفوش المبلغ المستحق ده. شكرا حاج فتحي فخري، عضو الجمعيه العامه لمنتجي قصب السكر. فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. بالتأكيد كلنا شايفين الأوضاع المتقلبة، زي ما حاجات كتيرة يعني في البلد، الأوضاع المتقلبة بالنسبة للجو. الفاتفات كان تراب والهواء والكلام ده كله، النهاردة ومبارح الدنيا بردت شوية وفي مطرة يعني خفيفة على بعض المناطق. نحاول نعرف الوضع إيه بالظبط وإيه توقعات هيئة الأرصاد. أنا معايا على تليفون أستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد. برحب بحضرتك معانا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بسيادتك، أهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تقول لنا حالة الجو وإيه اللي أنتم متوقعينه في الساعات أو الأيام اللي جاية. يعني لغاية نهاية الأسبوع ده على الأقل الجو شتوي بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة أثناء الليل، ده على القطاع الشمالي المصري، يعني سواحلنا الشمالية لوجه البحر القاهرة، لكن طبعا بيميل للدفء على أقصى جنوب البلاد عند الأقصر أسوان توشكى الوادي الجديد هنا، بالإضافة لجنوب سيناء عند شرم الشيخ والغردقة. طبعا فرص سقوط الأمطار مستمرة معنا على مدار هذا الأسبوع، هي بدأت يمكن بالأمس بالمدن الساحلية، النهاردة امتدت إلى القاهرة بشكل خفيف، وهذا ما نتوقع استمراره غدا وبعد الغد، ويمكن بس هو يوم الأربع في راحة شوية من الأمطار، لكن هو الأهم ما في بس هتفضل الأمطار يا دكتور زي حضرتك بتقول أمطار خفيفة، يعني هيفضل على كده ولا هيبقى فيه أمطار بعد كده أكثر كثافة أو غزارة يعني؟ طبعا في حضرتك، بس هو ده هيكون يوم الخميس والجمعة اللي جايين، خميس وجمعة في موجة يعني شديدة البرودة هتؤثر على البلاد، فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، أمطار غزيرة، نشاط للرياح شديد جدا، دي بدايتها الخميس، لكن غير مسير للرمال والأتربة، هيزيد من إحساسنا بشدة برودة الجو، هيؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية. الموجة دي هتبتدي من الخميس إن شاء الله، الخميس والجمعة والأسبوع الجاي برضو في موجة تانية، وده اللي احنا هنأكده بقى إن شاء الله. يعني بداية من النهاردة لغاية الخميس أو بعد الخميس درجات الحرارة في انخفاض، انخفاض وفرص سقوط أمطار خفيفة لكن بتكون غزيرة على شمال ووسط سيناء، يعني ممكن تصل لحد السيول، بيمتد فرص سقوط الامطار ديت الى محافظات شمال وجنوب الصعيد، يمكن لاول مره خلال الشتاء 2014 و15. فطبعا يعني المحصله النهائيه هذا الاسبوع الجو غير مستقر حضرتك، يا ريت الناس ما تفكرش انها تخفف ملابسها ابدا، يبقى القياده بهدوء على الطرق اثناء سقوط الامطار، نبتعد عن الانشطه البحريه بقدر الامكان خاصه فوق مسطح البحر المتوسط. في اغلاق يعني في اغلاق للمواني برضو، حركه الطيران الكلام ده كله، لا حضرتك دي هنا كل سلطه مختصه هي بتاخد القرار المناسب. بس بناء على تقاريركم او يعني نصايح، لكن هو لسه يعني حضرتك لغايه يوم الاربعاء اللي جاي مفيش داعي طبعا لاغلاق لا مواني او بوغازات، لكن هو الخميس والجمعه اللي الجو وحش فعلا فيهم حضرتك. طيب شكرا جزيلا استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد، شكرا لحضرتك.
النهارده مجلس اداره اتحاد الكوره قال انه هيتم تحديد ميعاد لاستئناف الدوري على يوم الاربعاء اللي جاي خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسه المهندس ابراهيم محلب. طبعا عارفين ان مجلس الوزراء كان سبق وقرر ايقاف الدوري الممتاز بعد سقوط 22 ضحيه من الالتراس خلال مباراه الزمالك وامبي نتيجه وفقا لتقارير الطب الشرعي نتيجه للتدافع امام بوابات استاد الدفاع الجوي. انا معايا على التليفون كابتن عزمي مجاهد مدير الاعلام باتحاد الكوره. برحب بحضرتك معانا يا كابتن عزمي. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. كابتن عزمي، انتوا بتفكروا في ايه؟ يعني في ناس برضو يقول لك ولا كوره ولا دوري دلوقتي، ليه بتفكروا في اعاده الدوري او هتحددوا ميعاد على يوم الاربعاء؟ يعني ايه اللي وصلتوا له؟ بص حضرتك، هو طبعا في لابد ان يكون هناك تنسيق ما بين اتحاد الكره ووزاره الداخليه ووزاره الرياضه لتحديد بدء عوده النشاط. عوده النشاط استاذه لبنى، عشان تبقي في الصوره، ان حوالي مثلا 6 مليون على الاقل اسره بتاكل من، يعني بتفتح بيوتها من كره القدم. كره القدم اصبحت استثمار، فأنا شايف إن قرار الإيقاف ده هيأثر على المنظومة الكروية. فاتحاد الكرة هو اللي عايز يرجع الدوري تاني، يعني ده رأيه مش الداخلية. هو 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 التنسيق مع الداخلية حضرتك، لأن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يأخذ المبادرة إلا من خلال التقرير الأمني. فإن شاء الله السيد رئيس الوزراء، السيد معالي رئيس الوزراء، كان صرح في رحلته في دبي ان الدوري هيعود في حدود 15 يوم. فاحنا منتظرين زي ما قال المهندس محمود الشامي ان الدوري المفروض يبدا يوم 19 وهيبدا بالمؤجلات. احنا منتظرين قرار مجلس الوزراء الاربعاء. هو المفروض يبدا ده بناء على رايكم، توصيتكم او قراركم يعني اللي هترفعوه للداخليه وتشوفوا الداخليه موافقه ولا لا على عوده النشاط؟ لا، هو فعلا حضرتك اتحاد الكوره العميد ثروت سويلا من يومين بقى، من ثلاث ايام فعلا بعت خطاب لوزاره الداخليه بيقول له ان احنا عايزين نرجع النشاط على شرط ان يعود النشاط بدون جماهير، وان الالتزام باعداد معينه في اضيق الحدود لحضور المباريات زي مجلس الاداره، كل نادي لا يتعدى 15 شخص. بالنسبه للاعلام هيكون مقتصر على اللي حاملي بطاقات النقابه. يا كابتن عزمي، كابتن عزمي حضرتك، يعني انا اسالك عن رايك او تقديرك الشخصي برضو، يعني حتى مع الاشتراطات اللي بتقولوا عليها بدون جماهير او عدد محدود او الكلام ده، مش متوقع او خايف انه يتكرر نفس السيناريو؟ احنا عايزين ندخل الماتش، والداخليه دلوقتي وفقا لمعلوماتنا لا، الداخليه قلقانه ومش عايزه تامن وشايفه ان الظرف والوضع طبعا خطير، ويعني عشان ما يحصلش اللي حصل قبل كده. بص 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 يا استاذه لبنى، هقول لحضرتك حاجه. اولا موضوع الاحتقان ده لابد ان يتم بحث سبب احتقان الجماهير ايه، دي نمره واحد. اتنين، خد بال حضرتك ان بس احنا عن اي جماهير بنتكلم يا كابتن عزم؟ حضرتك عارف ان القصه قصه التراس ومشكله الالتراس مش بس مع الداخليه، لكن حتى مع اتحاد الكره ومع الانديه مش عارفين تتكلموا ولا تستوعبوا بعض. اتفضل. انا جاي لحضرتك في الكلام. بص حضرتك، ان في قضيه من ثلاث سنين لم يتم اتخاذ قرار فيها والاحكام فيها، موضوع استاد بورسعيد 72 ضحيه و72 شهيد ما الى الان، والقضيه لسه بتتاجل لشهر 3. دي عامله شيء من الاحتقان، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. الـ 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 في الفتره اللي حصلت فيها قضيه بورسعيد، استاد بورسعيد، كانت الدوله ممزقه وكان اخوانه، وانت عارف حضرتك بقى محاصره الدستوريه ومؤامرته مع الشرطه ومؤامرته مع الاعلام. طيب احنا دلوقتي في دوله فيها دستور، فيها رئيس قوي محترم جه بالانتخاب، ففي دولة مؤسسات. الوقت لابد ان يعلن عن المتسبب فيما حدث في حادثة الدفاع الجوي وبمنتهى السرعة، ويتم الاعلان للرأي العام، لان برضو الاحتقان بيجي من بطء الاحكام. انا ما سيبش اتحاد الكوره بيعمل ايه يا كابتن عزمي؟ يعني حتى الالتراس قبل كده كان في محاوله وكان في احراق لاتحاد الكوره او المبنى، يعني في، ما اقول لحضرتك حاجه، اتحرق اتحاد الكوره.
واتحرق نادي الشرطه والى الان ما حدش خد جزائه. ما هو ده لما في حد حضرتك بيعمل خطا ويطبق عليه القانون ويبقى عبره لغيره، اللي هيجي يفكر يعمل حاجه هيفكر 100 مره. طب وبعدين احنا سايبين القضيه الرئيسيه ليه؟ لان نعرف ايه الشباب ده، لابد ان يكون هناك تواصل مع الشباب، نعرف ايه اللي وصلهم لهذه الدرجه من الاحتقان يا استاذه لبنى، مش كده؟ فاحنا لازم نشتغل على كذا محور، لكن الداخليه هي اللي تقدر تقول امتى هيرجع. طب والظرف السياسي برضو، لانه في اصابع اتهام بتشير لبعض، مش هنعمم، لكن البعض منهم ممكن يكون متورط سياسيا، او ان 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 المساله في اغراض تانية غير موضوع الكوره يعني. تمام. وبعدين بص حضرتك، بتبص تلاقي الاحداث، يعني مع احترامي الشديد للقناه اللي حضرتك فيها، بصراحه في بعض القنوات يا استاذه لبنى من 1 يناير اشتغلوا على الشرطه واشتغلوا على حاجات كتير اثرت، عملت احتقان برضه ضد الشرطه. خلينا نتكلم بوضوح، لان الاعلام مهم جدا في الفتره دي بيوجه الراي العام. انا بقول لحضرتك المساله لازم يعلن عن المتسبب فيما حدث في الماتش بتاع الدفاع الجوي الزمالك وانبي، وسرعه الاحكام يا استاذه لبنى، والداخليه هي اللي تعلم الوضع الامني يسمح. طب قول لي يا كابتن. ايوه الداخليه قالت لكم ايه بقى لما اقترحتوا موضوع؟ قلت لي في مكاتبات وفي كلام ده، الداخليه كان ردها ايه الرسمي؟ هو العميد ثروت سليمان المدير التنفيذي بعت خطاب واضح جدا، وان حتى عرض ان الماتشات المؤجله بانديه غير جماهيريه اللي تبدا بيها هيبدا بها عوده النشاط انديه غير جماهيريه. ايوه الى الان حضرتك لم ياتي الرد، الى الان احنا منتظرين الرد غالبا يوم الاربعاء بعد اجتماع مجلس الوزراء ان شاء الله. طيب شكرا كابتن عزمي مجاهد مدير الاعلام باتحاد الكره، شكرا جزيلا. النهارده الجمعيه المصريه للمحررين الاقتصاديين عقدت مؤتمر لمكافحه تهريب السلع والمنتجات ومخاطر الموضوع ده على المواطن وعلى الاقتصاد بشكل عام. نتابع التفاصيل في تقرير زميلتنا نشوى الشريف. الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين نظمت المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب وأضراره على المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الاقتصاد. ظاهرة التهريب ظاهرة اقتصادية اجتماعية متعددة الأبعاد، سواء كان تهرب ضريبي أو تهرب جمركي أو تهريب سلع من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل، عملية تهريب أو محاولات تهريب. المؤتمر تحدث أيضا عن أنواع التهريب وأضراره التي تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن المصري من خلال عدم معرفة هوية المنتجات المهربة. تؤثر تأثير سلبي جدا على النمو الاقتصادي وعلى الناتج المحلي وعلى اقتصاد البلد ككل. والتهريب أنواع عديدة جدا، في تهريب نوعي، في تهريب كمي، في تهريب حجمي، في تهريب سلعي، في تهريب سعري، في تهريب كلي، في تهريب جزئي. كان من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتطوير أساليب التصرف بالسلع المهربة وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية. مؤتمر اليوم هو محاولة لدق ناقوس الخطر من الآثار السلبية الواسعة للتهريب، ليس فقط على الاقتصاد المصري وإنما على جميع الأصعدة. نشوى الشريف، الحياة اليوم. وأمل وتفاؤل في مستقبل أفضل لما يكون عندنا نماذج وعندنا شباب، الحمد لله، يعني حاجة تفرح، وإن شاء الله يعني كل التميز ليهم بإذن الله. جون مجدي سامي على الرغم من سنه الصغير إلا أنه شاب نبغ في علم اسمه علم الكونيات. نظرا لتميزه الكبير، وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز أصدر قرار بتحمل مصاريف سفر جون لوكالة ناسا الفضائية بأمريكا لتطبيق تجربة علمية ليه. نتابع التفاصيل عن الموضوع ده أكتر في تقرير اللي جاي، تقرير عن عالم شاب في طريقه لناسا. المواقف الصعبة تنتج الهمم العالية،
فعلى الرغم من عدم توافر الإمكانيات في شتى النواحي، إلا استطاع الطالب جون مجدي الخوض في مجال غير مجاله والتفوق العلمي فيه. أنا اشتغلت على بحث اسمه The Creation of Our Universe، يعني خلق الكون. البحث ده كان مختبر الأبحاث النووية سيرن، عمل عليه تجربة سنة 2008. التجربة كانت هدفها أن احنا نكتشف The Universe Matter أو مادة الكون، لكن النتائج ما أعلنوهاش. كان الهدف من الريسيرش أن أعرف إيه هي الحالة اللي اتولد بيها الكون من البداية، وإيه هي الحالة اللي تقدر توصف لي الزمن. الدولة قدرت موهبته ووافقت على تقديم الدعم له للسفر إلى وكالة ناسا الفضائية، وتحملت وزارة الشباب والرياضة كافة تكاليف السفر ذهابا وإيابا واستكمال أبحاثه الخاصة بنشأة الكون واكتشاف مادته والحالة الأولى للمادة. أنا شايف أن هي خطوة كويسة مبدئيا، وأتمنى أن ده يتم مع كل الشباب، أي حد عنده فكرة جديدة، أي حد عنده طموح نفسه أنه هو يطبقه لو المكان ده مش موجود في مصر. أتمنى أن أنا أرفع اسم مصر. أنا رايح مش عشان أعمل تجربة، أنا رايح عشان أثبت للعالم أن الشباب الصغير اللي زينا، الشباب المصري، يقدر يقدم كتير قوي للعالم. تجربة علمية ماهية الزمن يبحث فيها جون عن ذاته ليبدأ رحلته العلمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بقوة ومساعدة ربنا هنجح إن شاء الله. إرادة النجاح مهمة، لكن الأهم منها إرادة التحضير للنجاح. وبتصميم وإرادة جون يفتح باب أمل أمام الكثيرين لمواصلة التحدي والإيمان بقدراتهم. أحمد غنيم، الحياة اليوم. أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن باب أمل اتفتح أمام ملايين المصريين المصابين للأسف الشديد بفيروس سي. الأدوية، العلاجات الجديدة وإزاي هيتم توفيرها، متوفرة في وزارة الصحة، في الصيدليات، الإجراءات، الوقاية، التعامل مع الدواء، ده كله إن شاء الله هيكون في فقرتنا اللي جاية مع دكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو لجنة مكافحة تحت الفيروسات. بعد الفاصل مستمرين مع حضرتك. 150 ألف جرعة من سوفالدي المصرية تطرح في مايو المقبل، هكذا جاء تطمين الدكتور عادل العدوي وزير الصحة لملايين المصريين من مصابي فيروس الالتهاب الكبد الوبائي سي خلال افتتاحه أحد مصانع الأدوية المصرية، مؤكدا أن التكاليف لا تثقل كاهل المريض. سعر الدواء الذي يطرح في مايو المقبل سيكون 2400 جنيه للجرعة الواحدة في الصيدليات، و1200 جنيه بمراكز وزارة الصحة، وفقا لما أعلنه الدكتور عادل العدوي، والذي أكد أيضا على أن مشاركة المصانع المصرية في إنتاج المثيل المصري لسوفالدي سيرفع العبء عن السوق المصرية في توفير أدوية علاج فيروس سي، ما يسهل القضاء على الفيروس في وقت قصير وفقا لخطة مصر خالية من فيروس سي. ووفقا لإحصائيات البوابة الإلكترونية لتسجيل مرضى الالتهاب الكبد الفيروسي سي، فإن عدد المرضى الذين قاموا بالتسجيل على البوابة لصرف عقار سوفالدي منذ 18 من سبتمبر عام 2014 وحتى 19 من يناير الماضي وصل إلى نحو 772 ألف مريض، كما تم خلال تلك الفترة صرف العلاج بالفعل لنحو 12 ألف مريض، علما بأنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن عدد المصريين المصابين بفيروس سي يبلغ 12%، أي ما يقارب 10 ملايين مصرية على الأقل. موضوع مهم ويفتح باب الأمل لملايين المصريين المصابين بمرض فيروس سي. هل هيجي اليوم إن شاء الله وتبقى مصر خالية من هذا المرض ويكتب لكل المصابين بالمرض ده الشفاء بإذن الله يا رب؟ موضوع دواء سوفالدي وغيره من الأدوية اللي وزارة الصحة أعلنت عنها وفي مفاوضات وشغل، والحمد لله جبنا الدواء بأسعار أقل حتى من الأسعار الموجودة واللي بتتباع في بلادها، يعني في أمريكا أو غيرها،
ودلوقتي احنا بنتكلم على تطور وخطوه مهمه، لانه لاول مره هيتم تصنيع الدواء ده هنا محليا. شركات أدوية قطاع خاص وشركات حكومية سمعنا أنها بالفعل يمكن خلاص جابت المادة الفعالة وهتبتدي في إنتاج الدواء، وهيكون متوافر في الأسواق في الصيدليات، مش بتكلم بس على أنه يكون متاح في التأمين الصحي أو في الـ 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 بتقول عليه إيه يا دكتور غير التأمين الصحي، العلاج على نفة الدولة. فنفهم الوضع ونفهم الدواء ده وإيه الأدوية غيرها ونسب النجاح وفعاليته ومين اللي يصلح للدواء ده ومين لا. كلام ده كله إن شاء الله هنناقشه من خلال فقرتنا ومع تليفونات حضراتكم بإذن الله وأسئلتكم، وهيكون تليفوناتنا قدام حضراتكم على الشاشة بعد دقائق. دكتور جمال شيحة أستاذ الكبد أو رئيس وحدة الكبد في جامعة المنصورة وعضو لجنة مكافحة الفيروسات، وهو أيضا رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بد أهلية. برحب بحضرتك معنا دكتور جمال ومشرفنا. أهلا وسهلا. دكتور جمال، يمكن التركيز أكتر في الفترة اللي فاتت على دواء سوفالدي، إحنا بنتكلم على الدواء ده لوحده ولا في مجموعة تانية من الأدوية؟ يعني في بروتوكول علاج كده دواء ده مع ده، يعني فهمنا القصة ماشية إزاي؟ في البداية بعتذر بس نيابة عن الأستاذ دكتور يحيى الشاذلي، كان المفروض يبقى معانا النهاردة بس ظرف طارئ كده. لا خالص مش أي حاجة، نتمنى له يا رب يعني يجي بالسلامة، عارفين أنه عنده ارتباط. وحدك مش عرفنا، ربنا الله يخليك يا دكتور. بالنسبة لدواء السوفالدي ده هو يعني أول دواء في سلسلة أدوية كلها من جيل جديد خالص يعطى بالفم، مفيش حقن، وآمنة جدا وفعالة جدا. والسوفالدي ده بيعطى حاليا مع دواء تاني كان بيتعطى مع الحقن اسمه ريبافيرين، ونسبة النجاح فيه إذا أعطي لمدة 6 شهور بتفوق 90%، وإذا أعطي مع الحقن والريبافيرين النسبة فوق 96% لمدة 3 شهور بس. ده الوضع اللي احنا فيه النهاردة. لكن في حاليا بره دواء اخر يعطى بالفم ايضا والوحده من غير اي ادويه تانية، لا بالفم ولا حقن، ونسبه نجاحه تصل الى 97%، ويعطى للحالات العاديه لمده 2 شهر، والحالات اللي فيها كفاءه الكبد اقل شويه يعطى 3 شهور. الدواء ده واخد FDA approval وأصبح موجود في الأسواق في أمريكا وفي بعض الدول الأوروبية. ده هو الجيل الثاني من السوفالدي. الفرق زي ما حضرتك شايفة في النتائج، أولا ده لوحده الفرق في النتائج ماشي 97% قدام 90 95، خلاص احنا عندنا أدوية تعطى بالفم وملهاش أعراض جانبية وبتديني 90%. لكن هما بيتنافسوا دلوقتي في انه يقلل المده، بدل 6 شهور يديني 2 شهر او 3، ويبقى قرص واحد ما اخدش معاه حاجه تانية. ده التنافس. وفي النهارده يمكن الاسبوع ده في كان في مؤتمر صحفي ونقلته رويترز ان في شركه اضافت دواء للسوفالدي وهتحطهم في قرص واحد وهيبقى 6 أسابيع، يعني بيتنافسوا 2 شهر تبقى 6 أسابيع، وبعد شوية هتبقى 1 شهر. فالقصة فعلا ان ده دواء هو اللي اصبح متاح، لكن هناك في الافق القريب والقريب جدا ادوية اقصر مدة واكثر فعالية. طيب احنا ليه ما نستناش الدواء الجديد، او يعني احنا الدواء الجيل الجديد اللي حضرتك بتقول عليه، ولا احنا هناخد اللي موجود ومتاح حاليا وبعد كده؟ بالظبط بالظبط. احنا الفرق هيبقى سنه، انا اتاخر ليه سنه؟ سنه لا سنه كتير. انا اتاخر ليه سنه؟ انا فاكره يعني لا انا في السنه دي اكون عالجت 100,000 200,000 300,000، خاصه ان الدوله المصريه استطاعت انها توفر هذا العلاج بسعر 1% من ثمنه العالمي. يعني السوفالدي ده لازم الناس تبقى عارفه ان ده اغلى دواء في تاريخ الطب. القرص في امريكا ب $1,000، قرص واحد ب $1,000، الشهر ب $30,000، العلاج 3 شهور $90,000، 6 شهور
180,000 دولار. يعني المواطن اللي النهاردة بيصرف في التأمين الصحي علبة سوفالدي وهياخدها لمدة 6 شهور، هذا الدواء قيمته في أمريكا 180,000 دولار للشخص الواحد. لكن في مصر الدولة قدرت تجيبه ب1% من ثمنه، وده إنجاز كبير جدا جدا جدا. ما نقدرش نستنى ونقول لا والله ده فيه علاج هيبقى مدة أقصر، نستنى بقى وما نبدأش المشروع القومي لما يتوفر ده. لا، ليه؟ السوفالدي متاح، نعالج بيه أكبر عدد ممكن من الناس. بس مش متاح قوي يا دكتور جمال، لأن في شكوى من الناس إن هم تايهين في المستشفيات وفي التأمين الصحي وتحاليل ومش عارفة إيه، وعلى قائمة انتظار ومش موجود. أنا بضم صوتي لصوت الناس إنه إيه، لازم نسهل على الناس. يعني أنا عندي دواء آمن جدا اللي هو السوبوسبوفير أو السوفالدي، وبيعطى مع دواء آخر بالفم ملوش أعراض إلا أنه بيعمل أنيميا في بعض الناس. أنا بدعو أنه نسهل الإجراءات خالص، أنه نتأكد أن العيان عنده فيروس ويخضع لكشف طبي، نتأكد أنه ما عندوش أنيميا وبالتالي يستحمل أنه ياخد الدواء التاني. يعني يعني في محاذير، مش أي حد يقدر ياخد الدواء. مش محاذير كتيرة. طب فهمنا. مش محاذير كتيرة. يعني أنيميا؟ الأنيميا دي أهم حاجة، وأمراض القلب والأمراض المصاحبة. يعني لو واحد ما عندوش امراض تانية وما عندوش ضغط وما عندوش سكر. احنا بنسمع ان اللي بيجي له فيروس سي ده يعني بيبقى حاجات اعراض جانبيه، ويعني بيبقى في امراض تانية مصاحبه للفيروس سي. لا مش دائما، بالعكس معظم الحالات ما فيش فيها مضاعفات. في حالات طبعا فيها مضاعفات، بس دول يمثلوا مثلا 20 25% من الحالات. طب الاولويه لمين؟ انا مش عايز كلمه اولويه دي تتقال بعد كده في علاج فيروس سي. العلاج للجميع. انتوا اللي قلتوا في الاول، معلش يعني جايز على اساس انه كان يعني انا مع حضرتك انه كان فيه خوف ان الكميه تبقى محدوده وما نعرفش نجيب تاني، فده شيء طبيعي انه اذا كانت الكميه محدوده احط اولويات. لكن دلوقتي مع توفر الامداد من الدواء ده ووجود بدائل مصريه جيدة جدا وممتازة بدأت تنزل السوق الأسبوع ده، ما عادش فيه خوف من انقطاع المدد من الدواء. أنا رأيي أن كلمة أولويات والتفاصيل الكتير وتقييم العيان بطريقة سوفيستيكيتد قوي دي بتعذب الناس لما بتحوليها من علم لواقع. يعني التعليمات العلمية صحيحة وسليمة جدا، لكن لما تنزلي على أرض الواقع بقى وتشوفي 400 عيان في اليوم ومش كل الدكاترة على نفس الدرجة من الخبرة في مجال أمراض الكبد، فالمرضى بيبدأوا يشتكوا ويبدأوا يعانوا. طب فرصة حضرتك موجود معنا تسمع الناس برضو واستفساراتهم وشكواهم إن وجدت. يعني أستاذ حمدي من الأليوبية، تفضل يا أستاذ حمدي. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا فندم. لو تكرمت، انا تقدمت بملفي في 18/11 السنه اللي فاتت، وشخصوا لي الحاله بتاعتي مرحله رابعه. ايوه. ولحد دلوقتي انا ما خدتش الدواء لحد دلوقتي. يعني انت كنت بتقول الاولويه المرحله الرابعه. في مضاعفات او لا حاجة؟ يا دكتور ما فيش اي حاجه خالص. يعني في مثلا استسقاء في البطن؟ في لا 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 لا، ما فيش استسقاء ولا اي حاجه. لا يعني انت المفروض حتى حسب بروتوكول الاولويات انت ليك اولويه. ما انا بقول كده يعني. يعني انا رايي انك تسال تاني لانه يمكن. قالوا لك ايه يا استاذ حمدي؟ تواصلت مع مين يعني؟ انا هم الناس محترمين يعني في مركز بنها. انا بالتوزيع الجغرافي يوديني مع حميه بنها. تمام. فالراجل رئيس المركز ده متفاهم والموظفين متفاهمين. بس هي سعادتك المشكله اللي انا فهمتها ان المركز الرئيسي في القاهره بيطلب منهم الملفات مش تباعا. لا، كل 20 يوم هات لي شويه ملفات. لما يجمعوا دي نقطة. لما هي خلطة. طيب، وضحت يا أستاذ حمدي. أستاذة هالة من القاهرة، تفضلي يا أستاذة هالة. أيوه، مساء الخير. مساء النور يا فندم، تفضلي. أنا جوزي بدأ فعلا بياخد العلاج الكيميائي اللي هو الريبافايرين مع الزوفالدي. كويس. والتحليلات بتاعته بالعكس جت كويسة جدا. والفيروس فعلا اختفى وكل الكلام ده، لكن هو عنده
يعني بينام كتير جدا، على طول همدان، على طول تعبان، ورغم ان هو الدواء يعني التحاليل كويسة، لكن بينام كتير، بيتعب، بيدوخ. وفي نفس الوقت مش عارفه ده من السوفالجي ولا من الريبافايرين ولا من ايه، لو دي اعراض جانبيه يعني ولا حاجه. دي من الريبافايرين. اجاوب؟ طب اسمعي الدكتور. اتفضل يا دكتور. اللي حضرتك بتقوليها دي اعراض الانيميا من الريبافايرين، والسوفالدي ما بيعملش اعراض خالص. الريبافايرين بيعمل انيميا فيعمل الشعور بالارهاق والهبوط اللي حضرتك بتقولي عليه. طب دي حاجه مؤقته؟ لازم نبص على نسبه الهيموجلوبين. لو كانت بتقل بسرعه أكتر من اللازم، ممكن جرعة الريبافايرين اللي هي 1200 ميلي جرام أخليها 1000 أو أخليها 800، وفي بعض الحالات أخليها 600، وممكن بتعطى أدوية تانية ترفع نسبة الهيموجلوبين. فده محتاج اللي هي المتابعة الطبية، أو أن العلاج يبقى تحت إشراف طبي في هذه الحالة. تمام. أستاذ محمد من بني سويف، اتفضل أستاذ محمد. طب معلش استاذ رأفت من القاهرة. حاليا دلوقتي انا قدمت على المشروع اللي هو العلاج بالسوفالجي في معهد الكبد حضرتك. ايوه قدمت في معهد الكبد. قدمت في معهد الكبد عشان اخد العلاج يعني وكده. فحضرتك انا عملت تحليل يعني قد التحليلات، يعني هما كان المفروض يقولوا مثلا في الاول ان هما يعملوا التحليل دوت، يعني مثلا ما يروح عندهم وخلاص يعمل التحليلات دي كلها. انت عملت الصوت بس بعيد، يعني هم طلبوا منك تحاليل مش كده؟ عملتها؟ عملتها كلها. انت بتقول انها كتيره التحاليل دي ولا بتشتكي من ايه؟ انا بشتكي حضرتك ان التحاليل عددها حوالي 15 او 20 تحليل. طيب انا عملتهم عامة كلهم يعني حضرتك، بس انا عايز الكلام ان هو كان المفروض ان في البدايه ان هم يقولوا لي مثلا التحاليل دي كلها هتتعمل. قبل ما تروح يعني تبقى عارف ايه الاجراءات وتخلص تحاليلك وتبقى عشان تقعد تنتظر. يعني حضرتك رحت اول مره كان معايا التحاليل بتاعتي الاولانيه. طب اخدت الدواء؟ جبت الدواء ولا لسه؟ طب بعد يا استاذ رأفت بعد التحاليل اعمل تحاليل ثالثه، يعني اخر مره ادوني 15 تحليل اعملهم. خلاص خلصت من التحاليل، خدت الدواء ولا لا؟ حضرتك دلوقتي بسال النسبه بتاعتي 21، او المعمل التحليل قال لي 12000 وحضرتك وانا 21. كنت عايز اسال الدكتور هل في علاج يعني السوفالجي ممكن يعمل حاجه معايا؟ انت سامع يا دكتور في مش فاهم. ممكن تقول لي اخر 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 جملتين؟ إيه انت النسبه ايه؟ نسبه ايه اللي عندك؟ يا استاذ رأفت النسبه عندي بقول لحضرتك 21000. 21000 النسبه لا قيمه لها. يقول لك الدكتور النسبه ملهاش قيمه. القليل زي الكتير كله بيتعالج. كله بيتعالج ان شاء الله يا استاذ رأفت. استاذه فتحيه مد اهليه اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه يا دكتور. اتفضلي. أيوة دكتور سامعك. اتفضلي يا فندم. انا خلصت التحاليل كلها يا دكتور، انا من المنصوره. اهلا وسهلا. الو. ايوه يا فندم سامعيني كده. انا من المنصوره. يا اهلا بيك. اهلا. وتابع التامين الصحي كويس، وخلصت التحاليل كلها ووديتها كويس، وقالوا لنا هتيجوا اول شهر 11 تصرفهم، وللنهارده لسه ما صرفناه. والنسبه عندي 6000 بس يا دكتور. النسبه ما لهاش قيمه قوي يا مدام، يعني ده اثبات ان في فيروس وهتاخدي العلاج المفروض. ايه؟ ان شاء الله تاخدي العلاج يا استاذه فتحيه. احنا بس هنسال ايه سبب التاخير، لكن النسبه اللي عند حضرتك ما فيش اي مشكله، ان شاء الله العلاج ينفع معاها باذن الله. استاذ وليد اتفضل من الغربيه. اتفضل يا استاذ وليد. طيب استاذ عبد الله. استاذ وليد ولا عبد الله؟ استاذ عبد الله. اهلا يا استاذ عبد الله اتفضل. ممكن اشترك لو سمحتي؟ اتفضل سؤالك للدكتور. سؤالي ان انا عندي الفيروس وياه سكر. طيب حاضر يا استاذ عبد الله. في مشكله لما يكون لا خالص في امراض ثانيه السكر يتظبط عادي وياخد العلاج، مفيش اي موانع انه ياخد العلاج، لكن ما نبداش العلاج والسكر عالي جدا. والسكر سهل يتظبط خلال ايام يعني مش لكن بشكل عام. بس حضرتك ان في
محاذير او في حالات ينفع معها الدواء وحالات تانية لا؟ دينا فكره برضه يا دكتور عشان الناس اللي بتسمع. يعني هو الناس اللي عندها سكر مثلا، الانيميا دي لازم نسبه الهيموجلوبين تبقى قريبه من 12 ونص عشان اعرف ابدا، لانه العلاج اللي موجود حاليا فيه ريبافرين، والريبافرين ده بيعمل انيميا. فما ينفعش ابدا لواحد وهو عنده انيميا وانا بدي دواء بيعمل انيميا. طب لما في دواء تاني بيعمل انيميا ده بقى اللي هو الريبافرين، ده بنعالجه، بنعالج الموضوع ده بعد كده؟ لا ده انيميا مؤقته، مؤقته ساعه ما بيوقف خلاص بيروح. وبعدين مش كل الناس بيجي لها انيميا شديده، يعني امراض القلب مهم جدا جدا ان حاله القلب تتقيم كويس قوي، والناس اللي بتاخد حاجات لتجلط الدم اللي هم عاملين عمليات قلب او حاجه، كان زمان دول صعب جدا او ممنوع ياخدوا الحقن والحاجات دي. دلوقتي ممكن ناخد العلاج ده بس تحت اشراف طبي مع دكتور القلب، مفيش ما يمنع، لكن مش العيان ما ياخدهاش من نفسه او ياخد العلاج ويمشي ياخده 3 شهور لوحده، لازم تتظبط المساله. طب هل ده بيفسر يعني التحاليل الكتيره المطلوبه ولا لا؟ انا بضم صوتي صوت يعني الناس والاخ بتاع بنها الاولاني انا بضم صوتي ليه. حكايه ملفات تروح القاهره قال لك عرفونا الاول. انا احب اقول يعني ايه، انه ده مشروع عظيم اللي الدوله بتعمله، وبيوصل للناس احسن علاج في العالم مجانا. انا عايز اوصله بيسر عن كده، بسهوله عن كده، وبكفاءه عن كده. طيب هقف عند دي واسال حضرتك بشكل مباشر اسباب التاخير ايه، لكن معانا بس اخر تليفونين كده قبل الفاصل ناخدهم. انا اسفه هطولنا على حضراتكم. استاذ هشام اتفضل. ايوه مساء الخير يا مساء فندم. النور يا فندم اتفضل. سؤالك يا استاذ هشام. عايز ابتدي ان انا اشكر اللجنه، عايز اشكر اللجنه على المجهود الجبار اللي هي عاملاه. انا قدمت من خلال الانترنت واتوزعت على مستشفى القاهره الفاطمي، الصراحه الدكاتره هناك عاملين مجهود جبار، وابتديت اخد السوفالدي بقى لي شهر ونص، وباخد معاه ريبافارين وباخد معاه انترفيرون. فبعد شهر عملت تحليل بي سي ار، لقيت ان مفيش فيروس الحمد لله. الحمد لله. سؤالي للدكتور جمال، الواحد امتى يفرح فعلا؟ تفرح من دلوقتي وتستنى اما تخلص 3 شهور. بعد ال3 شهور حلل وان شاء الله هتلاقي بنسبه 97% هتلاقي نيجاتيف، وساعتها بقى يعني اعمل احتفال كبير قوي. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب استاذ صالح من دمياط اتفضل يا استاذ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. دكتور جمال انا من دمياط. اهلا وسهلا. وسني 64 سنه، ورحت عندي فيروس سي، وعملت بي سي ار طلع 800,000 و300,000، وتقدمت عملت جميع التحاليل اللي هم طلبوها، وتقدمت بالملف، عملوا لي معادله وقالوا لي انت F2 تجي لنا بعد 6 شهور. فرأي حضرتك ايه؟ مهم قوي. حاضر حاضر. استاذ منصور من اسماعيليه اتفضل. يا استاذ منصور اتفضل يا فندم. طيب قبل الفاصل يا ريت حضرتك ترد لي برضو على استاذ صالح من دمياط يا فندم. حاضر اكمل بتاع بنها. بتاع بنها بيقول ان هو مقدم بقاله شهور ومحدش رد عليه، ولما الناس وهو بيشكر في الدكاتره بتوع بنها، والحقيقه الدكاتره في كل المراكز عاملين مجهود خرافي، بيشوفوا مئات العيان في اليوم. فيعني انا بشكر كل اللي بيشتغلوا في المشروع من اسوان لاسكندريه. لكن انا عايز في النهايه المواطن يستفيد. الاخ بتاع بنها راح ودكاتره عملوا معاه مجهود ونفذوا البروتوكول اللي جاي لهم من القاهره، والملف راح القاهره واتاخر. انا بسال دلوقتي في كل محافظه في مشرف جامعي، يعني في استاذ جامعي بيشرف على المكان، الملف يروح القاهره ليه؟ مفيش داعي اطلاقا.
لانه في مراكز مش فيها مشرف جامعي بس، يعني انا في المنصوره مشرف جامعي ومعايا 12 عضو هيئه تدريس غير الزملاء الاستشاريين والاخصائيين بتوع المستشفى اللي احنا فيها، في 12 عضو هيئه تدريس اساتذه واساتذه مساعدين يقدروا يقيموا الحاله ويراجعوا الملف وياخدوا قرار و... يعني مش لازم تكون الحاجه مركزيه يعني. انا دي دلوقتي يعني الدوله عامله حاجه عظيمه جدا، حكايه التعطيل بقى والتاخير وورق رايح القاهره اللي لا، وشفت المتصل بيقول لك ايه، اصل هم بيستنوا يكون في اكتر من ملف مش هيودي ورق لوحده، فلما نوصل لعدد محدد نبعت يعني بقى كله مره واحده يعني. ده لا ييسر على الناس وبيخلي صوره المشروع، بدل الاخ بتاع بنها ده ما يتصل يشكر زي بتاع القاهره الفاطميه، بتاع القاهره الفاطميه ده في القاهره خد وتعالج والحمد لله وزي بتاع بنها ده، انا عايزه يتصل يشكر لذلك. أنا على بال بقى كده الاقاليم عبال ما يجي انا بطلب الدور. بقى من الدكتور يحيى الشاذلي يا ريته كان معانا. طب بتطلبوا ليه؟ ده انتم في اللجنه، ده انت لجنه انا مش في اللجنه، انا حاليا مش في اللجنه. الدكتور يحيى في اللجنه والزملاء اللي في اللجنه، انا بقول لهم فيه مشرف جامعي استاذ كبير مشرف على كل مركز، في 26 مركز فيه استاذ، الاستاذ ده مع الزملاء اللي معاه يقدروا يقيموا ويعملوا كل حاجه اللي اتعمل في القاهره. الكلام اللي اتعمل في القاهره ده تضييع وقت ومجهود، وهم بيتعبوا يعني بيجي لهم من 26 مركز، مين اللي هيراجع الكلام ده؟ كل محافظه بالمركز هم بيتعبوا اللي فيها نفسهم. فانا بطلب من اللجنه ان هم، هو ده كان قرار اللجنه ولا وزاره الصحه ولا يعني؟ لا، ما هي اللجنه معبره عن اللجنه، هي الجهه التنفيذيه يعني. فانا بطلب انه ارسال الملفات دي للقاهره فلتقيم، كل مركز يقيم وكل مركز فيه استاذ واكتر يقدروا يقيموا وياخدوا القرار، ده هيسهل المساله يختصر الوقت بطريقه كبيره جدا كل. ويخفف العبء عن اللجنه. هو اللجنه كده، حضرتك عندك معلومه وصلنا لكام ملف يعني؟ لا، ما هو في 700,000 واحد متقدم، وفي عشرات الالاف، وفي ملايين المرضى اصلا عايزين. لا ده دي بعدين، لكن احنا عندنا دلوقتي 800,000. 800,000 دول في 26 مركز. انا الجزئيه بتاعت الاخ بتاع بنها دي انا بطلب انه التقييم يكون في المركز، ولا داعي اطلاقا لهذه الخطوه. الحاجه الثانيه، الاخ بتاع دمياط اللي بيقول برضو ان هو من شهر 11 مقدم، وقاعدين يقولوا له انت عملنا لك معادله ومش معادله، وانت اف 2 وفيب 4 مش عارف ايه. برضو انا بطلب النهارده انه المسائل العلميه الدقيقه جدا اللي اتعملت في البدايه، وانا واحد من الناس اللي كنت موافق عليها، انا بقول بعد 4 شهور من التطبيق دي اذت الناس نفسيا جدا وعقدت الموضوع وصعبته على حتى الاخصائيين اللي يقعد يحسب معادله ويا ترى ده اف 2 ولا اف 1 حاجات يعني علميه لتقييم درجه كفاءة الكبد عشان يحطوا أولويات. أنا النهاردة بقول من النهاردة المفروض ما فيش حاجة اسمها أولويات، العلاج للجميع، كل اللي عنده فيروس ياخد علاج، ما فيش حاجة اسمها أنا هقعد أقيمه وأطلعه في واحد. حضرتك لسه قايل دلوقتي ان النسبه مش مهم، كل اللي اتصلوا بينا مش مهم او خالص. اللي بيتصلوا بينا لا، من ضمن التحاليل شوف لي النسبه وشوف لي الرقم. لا ما انا لازم اعمل دي علشان اتاكد ان في فيروس. يطلع بقى قليل يطلع كتير، في فيروس، لكن التحاليل الكتير انا اقدر انا اختصرها واشوف ايه الضروري. اقدر اختصر التحاليل الى حد كبير، واقدر التعليمات بتاعه اقعد احسب له فيب 4 والكلام ده في الواقع بقى انها بتاثر نفسيا جدا على المرضى. يعني ايه؟ يعني واحد جاي عنده فيروس وشاف ان فيه ناس زي بتاع القاره الفاطميه، الناس اتعالجت تمام، وهو عنده وجاي يبص يلاقي دكتور قاعد يحسب له معادله ويقول له لا الفيب 4 بتاعك 1.4، تعال لي بعد 6 اشهر، تعال لي بعد 6 شهور. ده بيطلع غاضب وناقم وشاكك في نفسه، يجي لي يقول لي يعني ايه فيب 1.3 يا دكتور؟ يعني انا ما ينفعش اخد علاج؟ هو العلاج ما ينفعليش؟ هو انا فيا حاجه؟ هذا البعد النفسي ده كمان بتاثر على الشفاء وتقبل. وده بقى بياثر على مين؟ يعني ايه الاف الناس فانا عايز بطلب النهارده انه
هذه التعليمات كلها تتلغى وتبسط إلى أبسط درجة. كل نتأكد أن العيان عنده فيروس ويقيم إكلينيكيا بحيث نضمن أنه لن يضار من العلاج وياخد علاج. طيب في نقطة تانية برضو عايزين نتكلم فيها، أن الدواء زي ما كنت بقول في المقدمة لا ده هيطرح في الأسواق، لأن في شركات مصرية شركات دواء هتبتدي في صنع الدواء ده وإتاحته في الصيدليات بأسعار، نعرف بقى الفرق بينها وبين السعر أو اللي بيوردوه لوزارة الصحة وإمتى هيكون متاح، وهل في فرق في الفعالية؟ يعني دايما احنا عندنا عقدة كده يقول لك ايه، اشتري الدواء الأجنبي بلاش المصري، خايفين ان المصري يكون في حاجه. نسال ونكمل برضو استقبال اتصالات حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، موضوع مهم ويفتح باب الأمل لكتير من المواطنين لكتير من المرضى، مشروع قومي عشان تكون مصر بلا فيروس سي. قبل الفاصل طبعا بجدد تحياتي لدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد اللي مشرفنا النهاردة عشان نتكلم على الأدوية الجديدة والعلاج وفعاليته وما إلى آخره. دكتور جمال قبل الفاصل كنا بنقول أو النقطة المتعلقة إن في دلوقتي شركات أدوية قطاع خاص هتدخل على خط انتاج الدواء ده، وقطاع عام وقطاع عام وقطاع استثماري كل انواع الشركات. لا ده في كده شركات كتيره متقدمه، في اكثر من 10 على حسب معلوماتي يعني. طب هنا يا دكتور بقى نفس الماده الفعاله نفس فعاليه الدواء المستورد ومين اللي يحكم وهيكون متاح برضو امتى وازاي؟ اولا انا بطمن الناس جدا، مصر دوله وفيها وزاره صحه، لن يصرح بدواء الا اذا كان دواء مثيل او جينيريك الا اذا كان قريب جدا 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 من الماده الفعاله الاصليه. فبطمن الناس من الناحيه دي يعني، انه اذا صرح به من وزاره الصحه وتواجد في المستشفيات وفي الصيدليات فكل مواطن يتاكد انه فعال زي الاجنبي بالظبط. يعني في السؤال دي مثلا الماده الفعاله هنجيبها برضو من لا لا، الماده الفعاله الشركة الأمريكية مدية لايسنس لسبع شركات في الهند، نفس المادة الفعالة اللي عندهم في الهند ومصر بتجيبها من الهند. تمام. وفي مختبرات بتحلل المادة الفعالة وبتقارنها بالمادة الأصلية. حسب معلوماتي إن الحاجات اللي الشركات جابتها ووزارة الصحة سمحت بيها فوق 99.9 زي الأصلي. فالناس ما تتكلمش في الجزئية دي، إذا صرح به فتأكد أنه فعال وآمن زي الأجنبي بالظبط، دي مش مخوفاني خالص. لكن أنا عايز الدواء زي ما نزل كده الأسبوع ده ينزل ويتوفر وبسرعة، علشان كل واحد عايز ياخد الدواء يقدر يحصل عليه. سعره في الصيدليات كلام على 1200 أو حاجة زي كده. لا لا لا، ده وزارة الصحة مسعرة 1200 في الصحة؟ لا لا، 2670 دي تسعيرة وزارة الصحة. 2670 ده السعر البيع للجمهور في الصيدليات. ده لكن الدولة العبو العلبة يعني العلبة الشهر، والعلبة دي المريض بيحتاج كام علبة؟ غالبا 6 شهور بس. مبلغ برضو كبير يا دكتور، يعني نظرا لظروف الناس. كويس. ده للي قادر، ما هو في ناس كتير تقدر، ده للي يقدر ومش عايز يروح يقف في طوابير و وفي شركات وفي نقابات وفي هيئات ممكن تدفع لأعضائها. طبعا انا عايز اشير للخبر العاجل، طبعا البقاء لله، توفى الفنان غسان مطر، وعرفنا الخبر ده من استاذ سامح السريتي وكيل نقابه الممثلين، فالبقاء لله ولاسرته طبعا كل العزاء يعني، الله يرحمه. انا بينضم لي على التليفون دكتور يحيى الشاذلي رئيس قسم الكبد بجامعه عين شمس وعضو لجنه مكافحه الفيروسات الكبديه. برحب بحضرتك معانا يا دكتور يحيى، ويعني كان نفسنا تكون معانا طبعا، لكن اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا وسهلا دكتور يحيى. كنا بنتكلم مع سلامي للدكتور جمال شيحه
وانا كان المفروض ابقى معاه لكن اتزنقت في البتر او السكه على كوبري 6 اكتوبر. معلش. كلمتهم قلت لهم اعمل مداخله عشان ارد على جميع طلبات جمال شيحة. طيب دكتور جمال بيطلب الدكتور جمال شيحة اخ عزيز وعالم كبد يشار اليه بالبنان ولا خلاف بينه وبين اللجنه وطلبات واوامر للجنه ولمصر كلها. هو الحقيقة دكتور جمال بيتكلم علشان خاطر احنا فكر واحد وكل ما يراه غالبا نحن كمان نراه. طيب فهرد على حاجة كده باختصار علشان اطمنه. كل طلباته اوريدي تقريبا استجاب اليها. نمرة واحد بالنسبة للتسهيل، هو فاكر كويس قوي ان كان في مشكلة في البيوبسي والفايبروسكان، كانت المشكلة ان مفيش غير 10 اجهزة في مصر وتزاحم كتير عليها، وتم الغاء العينة وتم الغاء الفايبروسكان وتم الغاء الوزن، واللي عمر اللي فوق السبعين بيقدم التماس ويتقدم للجنة خاصة. انا لسه شايف حوالي 31 عيانة النهاردة فوق السبعين. فالتسهيل الحقيقة على قدم وساق. النقطة الثانية اللي هو بيسرها اللي هي السنترالايزيشن، اللي هو ان كل النتائج الحاجات كانت لازم تيجي للقاهرة. الحقيقة دي كانت موجودة علشان كانت الداتا كلها لازم تخش على الكمبيوتر، والكمبيوتر هو اللي يختار مين اللي هياخد الثنائي والثلاثي طبقا للداتا اللي احنا حاطينها في الكمبيوتر، عشان ما يبقاش فيه فساد ولا بايس ولا تحيز، وخصوصا ان كان في شكوى من بعض المراكز ان بعض الاطباء لازم يحول العيان لعيادته وهكذا علشان اتخاذ القرار، وهو يمكن الدكتور جمال عارف القصه دي كويس، فكان ده الوسيله اليها. لكن مع التبسيط ما بقاش الا حالات معينه بس اللي محتاجه انها يؤخذ فيها القرار في القاهره، ودي بالذات بالنسبه للي مختارين ياخدوا الدول اللي هو العلاج الثنائي مش العلاج الثلاثي، لان العلاج الثنائي بيكلفنا 6 علب، الثلاثي بيكلفنا 3 علب بس. ونتيجة للتساهل ده وللتبسيط ده كانت النتيجة ان احنا اللي كان المفروض العلاج، كان احنا فاكرين ان معظم العيانين هياخدوا علاج ثلاثي، 60% خدوا علاج ثنائي من غير حقن انترفيرون، وقريب جدا فيري سون هيتلغي خالص الانترفيرون ويبقى العلاج ثنائي بس الدوائين بالفم. فالسنتراليزيشن ده اتلغى وجاري تبليغ اللجان الفرعية انه هي القرار هيؤخذ في منبعه. النقطة الثانية التحاليل ليه ما بتطلبش مرة واحدة؟ لان جالنا من 850 الف حالة دول حوالي 60-70 الف حالة ما عندهمش فيروس سي اساسا، فممكن اكون طلبت منه بي سي ار وطلبت له منظار وطلبت له تحاليل كتيرة وهو مش محتاجها من الاساس. فاللي بيثبت ان عنده فيروس سي لو كان ستريت فورورد وما فيهوش مضاعفات ومش خايفين عليه من حاجه بياخد على طول، لكن في زي ما الدكتور جمال قال واحد في تاريخه او في تحليله لقينا في حاجه مشكله في القلب، لقينا في حاجه مشكله في الكلى، وبالتالي ممكن ما ياخدش او ممكن الدواء يأذيه او ممكن يتحول من 3 لـ2، بيطلب منه اشياء اخرى. وانا افضل ان العيان ابعته 2-3 مرات عن اني اكلفه 4000 جنيه وهو مش محتاج خالص. يعني التحاليل هتفضل زي ما هي ولا هتتقلل؟ او الرد على ليه التحليل مش مره واحده. مثلا كان العيانين اللي عندهم اللي بيطلعوا F3 اللي بيطلعوا F4 دول كنا بنخاف يجي لهم نزيف، فكنا بنطلب منهم منظار. مش معقول اطلب من كل عيان منظار F0 و1 و2 و3، مش محتاج منظار خالص. وعلى فكره برضه F4 دلوقتي بقينا نقول له انت تعمل منظار لصالحك ليكون عندك دوالي تنزف، لكن هذا ليس شرط لاخذ العلاج. يعني حتى لو عنده دوالي بقينا يبتدي العلاج ويربط براحته، يعني مش لازم انه يربط زي ما كنا بنقول في قبل ما اديله العلاج. بالنسبه للدواء بقى المصري والدواء الجديد، الدواء المصري زي ما الدكتور جمال بيه قال طالما نزل السوق يبقى ده وافقت عليه وزاره الصحه. ومع هذا نتيجة لأن إحنا حتى الدواء اللي أبروفد من أمريكا أو أبروفد من أوروبا، بما إن إحنا بالرغم إنه أبروفد من جهات عالمية أفضل منا بكثير في الـ 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 المراقبة، إلا إن إحنا برضو لازم نجربه على المصريين. ومن هنا اللجنة القومية عاملة توصية إن بعض الأدوية المصرية لازم نعمل لها كلينيكال ترايل بعد ما تنزل على بعض المصريين قبل ما ندخله اللجنة وزعوا على مصر كلها، لان مش لازم ما دام الدواء مصري يبقى كويس او مش لازم تبقى كفاءته 100%، وبالذات في المتابعه. وهنا واضح ان انتم جايبين زياره الوزير امبارح
لإحدى معاقل صناعة الدواء في مصر، وحاجة مشرفة جدا 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 برأس مال مصري 90% 10% سعودي، وعلى مستوى عالي جدا، واخد موافقة أو مراقبة من الاتحاد الأوروبي، وبإذن الله هيصنع دواء السوفالدي المصري. ووعدوا سيادة الوزير أنه هينزل في 1 مايو بكفاءة تضاهي الأجنبي، وأرخص من السعر اللي عاملاه الوزاره بالنسبه للبرايفت وبالنسبه للدوله. طيب حضرتك رديت بقى على دكتور جمال او طلباته سحب الدواء او ايقاف الدواء اللي نزل من اسبوع ده، كان لان الكميه ما لهاش مخزون استراتيجي، فانا ما ينفعش اني اروح منزل 10,000 وهيجي الدنيا كلها وانا ما عنديش غير 10,000 علبه. لازم يبقى عندي مخزون يقضي كميه تنفع، فدي حاجات لوجستية لازم تبقى، ما نتسرعش في تنزيل 10,000 علبة والناس بعد كده ما تلاقيش دواء. تمام. طيب يا دكتور يحيى، دكتور جمال عايز يتكلم مع حضرتك يا دكتور، يرد عليك. اتفضل يا اتفضل يا جمال. اتفضل يا دكتور جمال. اولا بشكرك جدا دكتور يحيى على المداخلة. الله يخليك حبيبي. انت عارف ان انا في صف مزيد من التيسير على الناس. انا بطلب منك يا دكتور يحيى ومن الدكتور وحيد وكل الزملاء في اللجنة ان العيانين الاف 1 ودول بيمثلوا حوالي 20% مثلا 25% من عيانين فيروس سي، انا بطلب ان الناس دي تاخد العلاج زيها زي الاخرين، وما ينفعش ان الناس دي تجيلي وتدخل لجنة العلاج وتبقى واخدة معاد من كذا شهر ويجي والدكاترة الشباب يطلبوا منه تحاليل وفحوصات وفي الآخر نقول له لا أنت كويس تعاللنا السنة الجاية أو تعاللنا بعد 6 شهور. أرجو أن إف واحد ياخد علاج وفورا، لأن الناس دي متأثرة نفسيا جدا وفاكرة أن فيها مشكلة، بينما أن احنا بنطمنه بنقول له أنت كويس إلى درجة أنك ممكن تستنى 6 شهور وسنة وما تاخدش، لكن المريض مريض وحساس ومن حقه ان احنا نديله العلاج. فانا بطلب انه العيانين الاف 1 ياخدوا العلاج زيهم زي الاخرين. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه جمال، على فكره اف 2 دخل وبياخدوا دلوقتي. انا بتكلم على، ما انا عارف يا بيه، انا بتكلم على اف 1 جاي الدور الجاي على طول اف 1. يعني يا ريت في اسرع وقت، لان دول عدد كبير. اول ما يتوفر لهم والله على طول يا جمال، احنا مش مستنيين. لكن وفيها جزئيه وطنيه كمان يا دكتور يحيى، فيري سون هتلاقي اف 1 كمان. يا ريت فيها جزئيه وطنيه استاذه لؤي، انه الاف 1 دول هم الشباب الصغيرين في السن. تمام. فانا ببقى في حرج شديد جدا لما بيبقى قدامي شاب واقول له، والناس اللي يعني شايف ان في ناس بتاخد وبتصرف، وبقول له تعالى لي بعد 6 شهور انت كويس لكن هو قلقان على نفسه وعارف ان في علاج، طب الدوله بتدينيش ليه؟ صعب جدا ان كلهم يفهموا، يعني قليله جدا اللي بتتفهم. فانا عايز اريح الشباب دول. طيب دي نقطه، وديهم العلاج. اتمنى الدكتور يحيى وعد اهو. تمام. وارجو بس بقول على حسب الكميات. طب ممكن يا دكتور يحيى تقول لي ايه الكميات المتوفره؟ يعني عندنا ازمه في الدواء. احنا اول تعاقد كان على 225,000 علبه. لو العيان خد 3 شهور مش 6 شهور يعني عاوز 70,000 عيان من 800,000 متقدمين. فكان لابد ان اقول مين الاولى من ال 800 انه ياخد في الابله. طب احنا ايه اللي منعنا ان احنا نجيب كميات اكبر ما دام الميزانيه والفلوس متوفره؟ ما تزود الكميه يا دكتور يحيى. ايه المانع ان احنا نزود الكميه، نجيب كميات اكبر تستوعب الناس؟ كان المانع اللي كان غير المانع دلوقتي. المانع اللي كان ان الشركه ما كانش عندها، هي اللي مش قادره تنتج. لكن دلوقتي عندها. دلوقتي لا، المنع ده قل لانه الدواء المصري هينزل فهيشيل عليا عبء. طيب يعني انتوا مستنيين الدواء المصري ولا هنجيب لا تاني؟ لا انا بقول هيشيل عليا عبء، انا ما اقدرش ادفع ثمن 800,000 عيان، ما عنديش امكانيه ماديه والشركه ما تقدرش تصنع. ولوجستيا ما حدش يقدر يعالج 800 في سنه. عالج 150,000 ومصر عالجت 30,000. اللي مصر عملته مش ممكن. طب معلش يا دكتور يحيى، ممكن تفهمني انتوا مستهدفين تعالجوا الناس؟ اللي بياخد 1 من 100 من اللي بيتقدم ولازم يعملوا له عينه كبد وما زالوا بيدوا انترفيرون مع امكانياتهم لا تسمح،
فاحنا البلد الغلبان ده الحكومه سامحه هذا حلم، نحن صح. في حلم صح. عاوزينه يبقى حلم هايل، ده محتاج شويه وقت. هنا بقى الوقت بنتكلم في قد ايه؟ يعني مستهدفين نعالج في ان شاء الله مستهدفين السنه دي نعالج من 150 ل 200 الف مريض بمنتصف العام، يعني على يوليا. طيب شكرا دكتور يحيى الشاذلي. طب دقيقه واحده يا دكتور يحيى، معلش اتفضل يا دكتور جمال. دكتور يحيى، حضرتك عارف طبعا، حضرتك استاذنا وعارف ان في دواء جديد اسمه هارفوني، وده خد الاف دي ابروفال من شهور، من شهر 10. وهذا الدواء دواء مثالي للعلاج الجماعي، لانه عباره عن قرص واحد ملوش اعراض جانبيه، نسبه نجاحه 97% وما بيعطاش معاه اي ادويه اخرى. انا بطلب يا دكتور يحيى من اللجنه، وبطلب من السيد وزير الصحة، وبطلب من السيد رئيس الوزراء انه الدواء ده مصرح بيه في امريكا وبيتباع في امريكا، والامريكان في التأمين الصحي بياخدوه. انا بطلب ان الدواء ده فورا يتسجل بقرار سيادي يتخطى كل الخطوات والروتين اللي بيستغرق ان انا ده عشان اسجله في مصر هياخد له سنة. لا، انا عايز اسجله في شهر، لانه انا زي ما حضرتك قلت المختبرات بتاعتي مش احسن من امريكا، وانا مش هبقى احرص على صحة الامريكان منهم، هم بيدول نفسهم واخدينه. ده هيبقى مثالي في المشروع القومي، قرص واحد فقط بدون أدوية أخرى، ما خافش بقى من أنيميا ولا غيره، ولا قلب ولا غيره، وقت أقل ووقت أقل، ونسبة شهرين أقل لمعظم الناس، وثلاث شهور للناس الكبد بتاعها تعبان. ده دواء مثالي، أرجو أنه إذا كان ده مش من صلاحيات اللجنة لا يدفعوا باتجاه ده حتى على الأقل. نطلب من السيد الوزير، وزير الصحة الأستاذ دكتور عادل عدوي، وهو عامل مشروع عظيم، أنه يتخطى ويكسر كل الروتين. ونطلب من رئيس الوزراء انه يدعمه في هذا. ده دواء مصرح بيه في امريكا، بيتباع في امريكا، التامين الصحي بيديه للمواطنين الامريكان. فحكايه ان انا اتاكد انه دواء ينفع يتسجل، انا معاك الكتاب لازم امشي عليه، لكن انا في مرحله بدل ما اقعد ادي للناس لسه انترفيرون ست شهور كمان، وادي ريبافرين ويعمل انيميا، والاخ بتاع بنها الست بتاع اسكندريه او دمياط بتقول جوزها هبطان، لا انا عندي دواء لا بيعمل انيميا، وهقلل التحاليل وهقلل الكوست. والشركه هي نفس الشركه بتاع السوفالدي، وبالتالي يمكن الاتفاق معاها بسهوله لتوفير ذلك. طب خلينا نسمع دكتور يحيى، ده انا بطلبه من دكتور يحيى، شغل اللجنه ممكن تدفعه باتجاه ان ده يتحقق يا دكتور يحيى. اتمنى انه يضم صوته ليا. طب دكتور جمال هرد عليك شقين على جواب السوفالدي ده على الهارفوني. نمبر 1، القناه الشرعيه والسكه المضبوطه تمت، واحنا في ناقشنا واتفقنا واتكلمنا على السعر وكله، لكن ماشيه القنوات الشرعيه والتجربه على المصريين والتسجيل ماشيه بالطريقه المعتاده، اللي انا ليس لي كلجنه قوميه ليس لي سلطان عليها، وماشيه فالطريق المعتاد الروتين المعتاد ماشي. انا عايز اكسر الروتين يا دكتور يحيى. الادويه الجديده الصغيره اللي بتتاخد يوم واحد، وزي ما انت قلت في اف 0 و1 و2 و3 دي 8 اسابيع بس، والباقي ب 12 اسبوع. اضم صوتي بقى في النص الثاني لسعادتك لرئيس الجمهوريه، لان ده قرار سيادي. انا اخري رئيس الوزراء. بكره قرار هارفوني المشكله تتحل. لا انا بضم صوتي بصوتك واناشد رئيس الجمهوريه كمان. مفيش اغلى من صحه البني ادم، مفيش اغلى من صحه المواطن يا دكتور يحيى، وانتوا اتفقتوا وكلمنا في الاول ان ده مشروع قومي، ان المرض ده ولا ايه يا دكتور؟ ده اللي بيخلي البني ادم يحس بالخمول والهمدان وكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، فاحنا عايزين المصريين يكونوا صحتهم كويسه، عايزين انتاجيه، عايزين البلد تقف على رجليها، عايزين كل مواطن يبقى صحته افضل، فبالتالي بقى بعيدا عن كل التفاصيل الفنيه والحاجات بقى والمعوقات اللي بتتكلموا فيها،
احنا بنطلب من حضراتكم اشتغلوا على الملف ده، ويعني طبعا الاساتذه والدكاتره اتكلموا على بعض المشاكل واتفقوا حتى مع المواطنين وشكواهم من موضوع الروتين او التاخير كتر التحاليل، ان الورق والملفات تروح للقاهره والحاجات دي كلها، والحمد لله سمعنا انه هيتم التعامل مع المسائل دي وحلها في اقرب وقت. فاحنا اللي يهمنا في الاخر الكميات تكون متوفره، أدوية بقى حكومية أو شركات حكومية، المهم الناس تتعالج. جملة أخيرة أو تعليق أخير من أنا كده. بضم صوتي للدكتور يحيى أن احنا في حلم، أنه فعلا عندنا دواء أحسن دواء في العالم، وبندي للناس في التأمين وفي نفقة الدولة للناس الغلابة بتقدر توصل له. المناقشات بتاعتنا ان احنا عايزين ايه نوصلها له اسرع اسهل. اليوم بيفرق يعني طبعا. ونفسي تشوف العيانين اللي خدوا في نفقه الدوله وفي التامين وبقوا شوفيهم السعاده قوي. في حاله من البهجه. انا عايز هذه البهجه تعم مصر كلها. وفي كمان حاجه، ما دام الدكتور يحيى اتكلم انه بيوصل صوت الرئيس الجمهوريه، لا انا هوصل صوت الرئيس الجمهوريه بقى فيما يخص المصنع اللي شفناها مع السيد وزير الصحه. انا بقول لرئيس الجمهوريه انه انا بطلب منه بقى انه الماده الخام التي تستورد من الهند بمئات الملايين من الدولارات يمكن ويجب ان تصنع في مصر في مثل هذه المصانع. نقدر الملف عندي اللي عايزه ادهوله. عندنا من الامكانيات والملف عندي اللي عايزه ادهوله. ينقصه هذا امن قومي، ينقصه النو هاو ده موجود عند عدد قليل من العلماء، زي القنبله الذريه كده. يعني ايه اللي يمنع اي دوله تعمل قنبله ذريه؟ ان ما عندهاش عالم عنده النو هاو. يعني باكستان عملت عشان عندها عبد القادر خان. هل مصر عندها عبد القادر خان في مجال تصنيع الماده الخام؟ نعم، ولكن ما حدش بيسمعه. واللي عايز الملف انا مستعد اديه. رسالة حضرتك وكلامك وصل على الهواء إن شاء الله. نتمنى نشوف بالفعل زي ما كنتوا بتطالبوا بقرار سيادي فيما يتعلق بموضوع توفير الدواء واختصار الوقت والكلام ده كله، المادة الفعالة. وإن عندنا الدكتور يحيى اللي فتح السكة، أنا كان أنت قلت رئيس الوزراء وإن شاء الله ده يحصل إن شاء الله بإذن الله. أنا بطمن الناس كلها إنه كل يوم هيبقى أحسن من اللي قبله، والدولة بتعالج وكل يوم هتعالج أعداد أكبر، وفي خلال 6-7 سنوات لن يكون أحد في مصر عنده فيروس، وهتبقى قصة من التاريخ وقصة نجاح للمصريين إن هم تغلبوا على هذا الفيروس يا رب بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك وتشريفك لينا النهاردة دكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد جامعة المنصورة ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. شكرا جزيلا. وأشكر طبعا دكتور يحيى الشاذلي ومداخلته معانا، رئيس قسم الكبد بجامعة عين شمس وعضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله على كل خير. We'll be right back.